السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم في محاضرة النهاردة. حلم السفر والدراسة في الخارج بيداعب كتير من الطلاب والخريجين بشكل أكبر بكتير من الأول، وبالتالي عشان تقدر تحصل على منحة وتسافر تكمل دراستك بره محتاج تتقن بعض المهارات. المهارات دي أصبحت ضرورية جدا، منها مثلا كتابة السيرة الذاتية وعرضها بشكل مناسب عشان تعكس تعليمك ومهاراتك والكورسات اللي حصلت عليها والجوائز وأي عمل استثنائي قمت بيه. السيرة الذاتية زي بطاقتك الأكاديمية. تاني مهارة اللي بتقيس مدى اهتمامك ببرنامج الدراسة أو شغفك بالتعلم مع مشرف معين، اللي هي خطاب الدافع أو الموتيفيشن ليتر. في منح كتير بيكون خطاب الدافع ده أكبر عامل للقبول أو الرفض. آخر حاجة هي كتابة الخطة والمشروعات البحثية. ده بعبع لناس كتير وباحثين كتير قوي حتى بعد حصولهم على درجة الدكتوراه، لأنها محتاجة مجموعة من المهارات في بعض، منها إزاي نحدد الأفكار البحثية الجديدة النوفل، إزاي نصيغها ونرتبها بشكل علمي. هنتعلم كل ده بشكل سريع مع ضيفنا المميز دكتور محمد بركات زكريا. دكتور بركات حصل على العديد من المنح القيمة وله خبرة كبيرة في كتابة المشروعات البحثية. اسمحوا لي في الأول أعرفكم على محاضرنا النهاردة. دكتور زكريا هو مدرس الكيمياء الفيزيائية بكلية العلوم جامعة طنطا، حصل على دكتوراه الهندسة عام 2016 من جامعة واسيتا في اليابان. بعد كده حصل على منحة GSPS للدراسة في نيمس أو المعهد الوطني لعلوم المواد في توسوكوبا اليابان، أنهاها عام 2018. بعد كده حصل على منحة أخرى بوست دكتور وانتقل إلى جامعة كوينزلاند في أستراليا. بعد كده حصل على منحة أخرى في أيرلندا ومنحة أخرى هي ألكسندر فون هومبولت، وحاليا هو بوست دكتورال ساينتست ريسيرشر في جامعة فرنهوفر في ألمانيا. أهلا وسهلا دكتور محمد. أهلا بك دكتور محمد، شكرا على المقدمة الجميلة وشكرا على مجهودكم، وكل سنة طيبين. احنا النهاردة أول يوم في العشر الأواخر من ذي الحجة، وإن شاء الله الأيام دي مباركة، وإن شاء الله نطلع النهاردة بفايدة من محاضرة اليوم. طبعا انا مشير للباوربوينت، انا مجهز باوربوينت بحيث ان احنا نشتغل منه. اتمنى الناس كده سمعني كويس والباوربوينت واضح يا محمد. تمام يا دكتور. في البدايه طبعا احنا كلنا عارفين ان البحث العلمي هو يعني لغه العصر الحالي، ودلوقتي احنا في مصر بسم الله ما شاء الله احنا شايفين عدد كبير جدا من الباحثين المقبلين على او الخريجين المقبلين على البحث العلمي بشكل كبير، ودي حاجه تسعدنا. احنا اول ما بدانا ما كانش في الكلام ده، ولكن حاليا يعني انا شايف طفره كبيره بسبب الصفحات اللي هي على الانترنت والسوشيال ميديا، مثلا زي جامعه النيل والإديوكيشن كلينيك. انا كان في دماغي اعمل الحاجات دي من زمان، ولكن يعني اهل الخير كتير، ربنا يبارك في الزملاء. فعشان ادخل في الموضوع النهارده، الموضوع النهارده يور جايد a successful research career. انت عندك ثلاث حاجات دايما بتحتاجهم علشان تقدم على منح او علشان تتنقل من مرحله لمرحله في حياتك البحثيه، هم البروجكت اولا، والموتيفيشن ليتر ما يقلش اهميه عن المشروع، والسيره الذاتيه تعتبر هي الاي دي بتاعتك في الساينتفك كوميونتي. فانا النهارده قسمت الباوربوينت بتاعي او الاوتلاينز لاربع حاجات بسرعة كده. ودكتور محمد يعني أنجز في التقديم، My Scientific Journey هي وان سلايد مش هطول فيها، وبعد كده هتكلم على Writing a Research Proposal أو Project، بعد كده هتكلم على Motivation Letter Skills، وأخيرا هتكلم على CV Writing Clear and Attractive CV. Clear دي مهمة جدا في CV. بسرعة، بدأت رحلتي العلمية في جامعة طنطا، تخرجت من قسم الكيمياء كلية العلوم 2007 كان تخصص الكيمياء، وبعدين حصلت على ماجستير في الكيمياء الفيزيائية 2011، ثم انتقلت إلى اليابان لعمل الدكتوراه في جامعة واسيدا من خلال بعثة
مقدمة من الدولة المصرية، وبعدين كنت موفق في الحصول على جي اس بي اس بعد الدكتوراه سنتين في ناشونال انستيتيوت فور ماتيريال ساينس في سكوبا، وده صرح علمي كويس جدا اتمنى الناس هنا تحاول تدخل عليه وتشوف فيه منح كتير وفيه فندات كتير وفي امكانيات كويسه، وهو بيئه كويسه جدا في الماتيريال ساينس اند انرجي. بعد كده رحت استراليا بفضل الله في جامعة كوينزلاند، واشتغلت برضه على ان انا اعمل فانكشنال ماتيريال عشان انرجي، وبعدين انا حاليا اعتبر هومبولت فيلو في جامعة رول يونيفرسيتي اوف بوخم وفي فرانهوفر وموجيست للطاقة هو انستيتوت للطاقة. المرحلة الجاية مش عارف، ولكن انا حاليا ما زلت محاضر في جامعة طنطا، وتعتبر هو ده المكان اللي هو الفضل الكبير علينا، هو اللي حط يعني اساس او حجر الاساس او اللي احنا انطلقنا من خلاله. علشان كده انا بعتز بجامعه طنطا وقسم الكيمياء واساتذتنا هناك. وانا اعتقد رحلتي البحثيه بدات من 2003 من اول ما دخلت الكليه وكنت طالب مش متخرج. ندخل على موضوعنا. اول توبيك هنتكلم عنه النهارده هو رايتنج ريسيرش. انا كاتب رايتنج ريسيرش، وكاتب كلمه بروبوزل وبلان واوتلاين وبروجكت. تعال نشوف ايه الفرق بين الاربع كلمات اللي قدامنا. أنا هدي الأول أمثلة وبعدين نشرح مفهوم كل واحد. لو جينا على أول منحة أنا أخدتها كانت جي اس بي اس في اليابان، هو مديك هنا كاتب ريسيرش بلان، يبقى هو حدد ريسيرش بكلمة بلان، وكتب وقال لك طلب منك أربع حاجات اللي هي الباك جراوند والبربوس والبروبوزد بلان والإكسبكتد ريزلتس أند إمباكت. هو هنا حدد لك صفحتين، صفحتين مش أكتر، هتكتب فيهم ال ريسيرش بلان بتاعتك. طب هل هو كتب كلمة ريسيرش بلان من فراغ ولا لها دلالة؟ هنشوف مثال لمنحة تانية وبعدين نقول ايه الفرق. منحة تانية كانت في استراليا في كوينزلاند اسمها ديكرا، اللي هي Discovery of Early Career Research Award. دي منحة تينيور تراك لمدة 3 سنوات، منحة قيمة جدا، بتديك الحق انك تشرف على طلبة، وبتديك الحق ان انت تاخد بوست دكتور ريسيرشر معاك، وتعتبر هي الجيت للبيرمننت بوزيشن في استراليا. هو كاتب هنا نعمل هايلايتس على كلمه ريسيرش، كاتب بروجكت تايتل، يبقى هو هنا ما استعملش ريسيرش بلان، استعمل كلمه بروجكت تايتل. هل في فرق؟ ناخد مثال ثالث وبعدين نقول التعريف. الهومبولت فاونديشن طبعا دي من الحاجات برضو اللي مرينا بيها، هو طلب منك مجموعه متطلبات لكي تقدم في الهومبولت، منهم اللي انا عمل لها هايلايتس اللي هي ريسيرش اوتلاين، وحددها لك هنا 5 بيجز ماكسيمم. هل في فرق بين الاوتلاينز والبروجكت والبلان؟ ندخل تاني على مثال ونكمل الاوتلاينز الاول. لما جه في الهومبولت كتب الجمله دي جنب الريسيرش اوتلاين، قال عاوزين اوريجيناليتي، يعني هو كاتب باراجراف ولكن كل كلمه في الباراجراف اللي قدامنا هتكتب انت تحتها حاجه، يعني كواليتي اند انوفيشن انت هتضطر تكتب تحتها حاجه وانت بتكتب البروبوزل. الميثودز برضو ليكون عندك ميثود، البروسبكتس برضو دي كلمه هنا وسط الباراجراف اللي هو كاتبه، ولكن لما تيجي تكتب اوت لاين هيكون تحتها برضو كلام كتير. وبعدين بيتكلم على الكلير فوكس اند فيزابيليتي. كلمه فيزابيليتي هنا كلمه واحده، ولكن لما نخش شويه في الباوربوينت هتعرف قيمه الكلمه دي. وبعد كده بيتكلم على ذا ريكويستد فاندنج بيريود، يبقى برضه كل كلمه هو كاتبها هو كاتب باراجراف، ممكن ناس كده جدا ما تاخدش بالها من الكلام ده، ولكن انا عملت هايلايتس كل كلمه نعمل عليها هايلايت هي عنوان. المثال الثالث المنحه اللي هي خاصه بالايرش ريسيرش كونسل، دي منحة مقدمة من الحكومة الأيرلندية في أيرلندا الشمالية، وكاتب هنا بروجكت تايتل، يبقى هو برضو حط بروجكت تايتل. ناخد مثال أو ندخل هنا على الكلام اللي أنا قلته كله، إيه الفرق بين البروبوزل والبلان والبروجكت؟ البروبوزل عموما بيحتوي على حاجات أو عناوين مهمة أنت بتكتبها بالترتيب، الأوبجيكتيف أو الإيمز والباك جراوند والبوتنشال تشالنج والميثود، وبعد كده بتكتب حاجه اسمها افاجي سكادجول اللي هي سكادجول مبهمه. كلمه بروبوزل ترجمتها مقترح، فعموما انت بتعمل مقترح مش بتحط بلان. وغالبا كلمه بروبوزل مع طلبه الماستر والدكتوراه هم ما بينظروش للباك جراوند بتاعتك كتير، هم عارفين ان انت طالب ماجستير او طالب دكتوراه،
اكيد الباك جراوند مش كبيره، فهو بينظر لها على انها مقترح وبيتغاضى عن المايلستونز بتاعتك. طب ايه الفرق بين البلان والبروبوزل؟ البلان بتكون خطه واضحه وبتحط فيها سبيسيفيك سكادجول، لازم تكون اند ويز مايلستونز، لازم وانت بتكتب البلان تكون واضح وبسيط في عرض فكرتك اللي بتعرض خبرتك السابقه وبتعرض اللي انت هتعمله في الوقت الحالي مع وقت محدد. بتقول مثلا انا عندي منحه سنتين، اول 3 شهور هعمل كذا، ثاني 3 شهور الشهور اللي هم اللي بعدهم كذا، والسنه الاولى، وتحط مهام واضحه بناء على خلفيتك او بناء على الايمز اللي انت حاطها في الاول. يبقى البلان هي اقوى من البروبوزل، وبتكون معاها سبيسيفيك تايم تيبل، بتحط معاها وقت محدد وواضح. غالبا هم لما يجوا ينظروا للبلان بتاعتك بيقيموا اللي انت عملته واللي انت هتعمله واللي انت بتعمله في الوقت الحالي. في البروبوزل غالبا لا ينظر الى اللي انت عملته قبل كده، هو بينظر انت عاوز تعمل ايه. حتى بتغاضى كتير لو انت حاطط مثلا بعض الانديكيشنز او حاطط بعض المصطلحات اللي انت ممكن تكون اخطأت ومش مقدر هي تاخد وقت قد ايه، بيتغاضى عن الموضوع ده. في البلان مش هيتغاضى عن الموضوع ده. طب انا قلت البلان وقلت البروبوزل، طب البروجكت ايه؟ فكره البروجكت، البروجكت هو اشمل لانه مشروع بتتكلم فيه عن الحاجات اللي اتكلمت فيها في البلان، ولكن بتضيف لها حاجات مهمه جدا زي المانجمنت، داتا مانجمنت، الداتا اللي انت طلعت عندك هتتعامل معاها ازاي. طبعا في قانون للجامعه اللي انت شغال فيها، في قانون ناشر، فانت بتقول انا بحترم قانون الجامعه اللي مموله المشروع. ونقطة مهمة تانية اللي هي commercialization للداتا، ده انت مش بتعمل بروجكت بلان فقط، ده انت بتعمل بلان وبتطلع نتائج وبتتعامل معاها وبتعمل لها عملية تسويق. يبقى كلمة مشروع هنا هي اشمل من البروبوزل والبلان. وغالبا لو جينا نشوف في الجي اس بي اس، علشان هي منحة، بص دكتور حط بلان وكان واضح معاه، قال لك كلمنا عن اللي انت عملته واللي انت هتعمله في صفحتين، ما يزيدش عن كده. ولما جيت اتكلم في الذكرى قال لك بروجكت، لان هو فعلا بروجكت، مشروع باحث، مشروع عالم او مشروع باحث، احنا عاوزينك عشان تشتغل عندنا ونشوف امكانياتك في التسويق والانتاج والاشراف، وبعد كده هنقرر كنت هتكمل معانا ولا لا. يبقى البروجكت اقوى، البلان اوضح، البروبوزل الى حد ما غامضه وتكون سهله. لو دخلنا على الاوتلاينز عموما، او الاوتلاين اللي اتكلم عنها الهومبولت وقال لك 5 صفحات، الاوتلاين انا لا اعتبرها من متطلبات الخطط البحثيه. اي حاجه ممكن تعمل لها اوتلاين، يعني انت لو عندك بيبر ممكن تعمل لها اوتلاين، تكتب مثلا التايتل والبربس او الابستراكت والانترودكشن والميثود والبادي والفيزابيليتي والريفرنس، اي حاجه انت عاوز تعرضها. لو حتى انا هتكلم بعد كده على الموتيفيشن ليتر، في الموتيفيشن ليتر ممكن تعمل الاوتلاينز. فالاوتلاينز هي مجرد ترتيب وتنظيم لافكارك العلميه بحيث تعرضها بشكل اوضح. فالاوتلاينز اشمل، ولكنها لا، انا لا اعتبرها يعني سبيسيفيكلي ريسيرش بلان او بروبوزل، هي مطبقه على كل حاجه. فلما انا اقول لك اكتب اوتلاين، انت بتكتب معلومات باستفاضة وبتعرض فكرتك باستفاضة، وبتكتب أكتر من البروبوزل أو البلان. ممكن في الأوتلاينز، ما تكتبش المانجمنت للداتا أو الكوميرسلايزيشن أو البنفيتس أو كده، ولكن هي فكرة تنظيم الأفكار عندك، أو هي ترتيب لأفكارك البحثية. ودي منحة كنا اخذناها في الصين تبع التشاينا بوست دكتورال ساينس فاونديشن، اسمها بوست دكتورال انترناشونال اكستشينج بروجرام. شفنا تايتل جديد، هو كاتب هنا بوست دكتورال ريسيرش بروبوزل. هو لو كتب ريسيرش بروبوزل فقط يبقى هو محتاج زي ما قلت لحضراتكم حاجه مش واضحه، ولكن هو خصها هنا بكلمه بوست دكتورال. فاحنا عادي ممكن نكتب ريسيرش بلان على البوست دوك، او ممكن نكتب نحددها بالبوست دكتورال ريسيرش بروبوزل، لان المنحه اصلا مقدمه للبي اتش دي والبوست دكتور، فهو حدد هنا بطريقه الجديد. انا دلوقتي لو انا بقول لك انت طالب ماستر اكتب ريسيرش بروبوزل، طالب دكتوراه اكتب ريسيرش بروبوزل، انت هتقدم على بوست دوك اكتب بلان، هتقدم على
اكتب بلان او اوت لاين. هتقدم على حاجه اكبر اكتب بروجكت تينيور تراك بيرمننت بوزيشن. طب بعد الحاجات اللي انا قلتها انا طلعت بايه بعد التجربه دي كلها؟ انا طلعت باهم سلايد بالنسبه للناس اللي موجوده كلها. لو طلعت النهارده بالسلايد دي يبقى هي انجزت. انا اخدت الحاجات الاساسيه لاي ريسيرش بلان ورقمتها زي التايتل والايمز والباك جراوند والانوفيشن والريسيرش بلان والفيزيبيليتي الى اخره. طب لو انا جيت بعد التايتل كتبت كلمه لي ابستراكت جهزه، ولكن هو مش من بناء البروجكت. وانا اقول لكم بعد كده يعني ايه لي ابستراكت والكوميونيكيشن اوف ريزلتس والمانجمنت اوف داتا وممكن الكوميرشاليزيشن كمان بحطها، ولكنها مش من صلب الريسيرش بلان. بس انا بقول لك اعمل كده ليه؟ انا بقول ده الاستراكشر بتاع اي ريسيرش بلان او بروجكت او بروبوزل. اكتب اللي انت بتكتبه، اكتب كل الاجزاء، وبعد كده اما تحب تقدم عدل فيها زي ما انت عاوز. يعني اكتب درافت تكون جاهز عندك، اتعلم السكيلز بتاعت الكتابه. وانا هدربك حاليا انك ترى تفرق بين، يعني انا عندي هنا لو جينا نشوف بالفيزيبيليتي انا كاتب نمبر سي ايكونوميك فيزيبيليتي، وانا كاتب نمبر في 8 بنفيتس. ايه الفرق ما بينهم؟ انا لما جاي نقدم على الذكرى انا فعلا استغربت، انا هنا ايكونوميك فيزيبيليتي يعني النظر الاقتصادي للمشروع، طب البنفيتس هل في فرق بينهم؟ فعلا في فرق بينهم كبير، وده اللي احنا نتدرب عليه. فده الارنجمنت او الاستراكشر انا هاخدهم واحده واحده وهتكلم عليهم، ولكن انا افضل اقف قدام السلايد دي كتير علشان الناس تحاول تاخد الفكره. ده الاستراكشر لاي ريسيرش بلان. يعني لو خدت السلايد دي وكتبتها في وورد فايل وتبدا تحط تحت كل تايتل حاجه لحد ما توصل في النهايه للاستراكشر بتاع الريسيرش بلان بتاعتك، وتقدر تلقح فيها او تعدل فيها زي ما انت عاوز. ده احنا ناخد اول حاجه التايتل، او قبل التايتل اللي ابستراكت انا هاخد التايتل الاول. اول حاجه في التايتل هم ينصحوا ان هو يكون انوفيتيف، بيعرض حاجه جديده، كلير، سبيسيفيك، شورت، بيرسياس. مش لازم يكون برود. ناس بتكتب تايتلز برود جدا، الريفيور او المحكمين او انت لو بتقدم على اي منحه هم يقولوا هو بيقدم ده ليه. ممكن يكون في الموضوع ان جنرال، ولكن لازم تكون فيري سبيسيفيك لما تقدم على اي حاجه. لو جيت امثله من المشاريع اللي انا اخذتها، انا بقول هايلي اوردرد ميزوبورس ثيم فيلمز فروم بروشن بلو. انا حددت البروشن بلو دي ماده معروفه ومدروسه ولها كومبوزيشن معين، والابلكيشن فور الكتروكروميك ديفايس. جينا اخذنا تايتل ثاني، ولكن التايتل رقم 3 انا بقول ديفلوبينج نوفل 2D and 3D defective free cyano bridged coordination polymer. كلمة defective free دي لحد الآن مشكلة بتواجه الناس اللي شغالة في الموفز أو الميتال أورجانيك فريموركس. أكيد المشروع ده لما يروح لحد من الناس اللي هيحكموه يبقى عارف أنا بتكلم عليه كويس. مفيش مادة defective free، المواد دي كلها عندها مشاكل في defects، يبقى هم عارفين أنا عملت specific هتكلم على نقطة معينة، هحاول أتجنب المشاكل في الكريستال ستراكشر بتاع المواد دي. ليه؟ علشان ليه فور نيكست جينيريشن سوديوم ايون باتريز. انا حددت اللي انا هعمله وحددت الابلكيشن، ويفضل التايتل يكون فيه يعني حاجه عملي وابلكيشن. ما ينفعش اتكلم عموما عن حاجه مالهاش ابلكيشن، انا افضل كده وهم نصحونا بكده. ليه انت بتعمل ده حتى لو مالهاش ابلكيشن؟ ايه الفايده من اللي انت بتعمله؟ بدأ التايتل لازم يكون clear, specific, short, precious, not broad. لو رجعت انا تاني للاي ابستراكت، يعني ايه اللاي ابستراكت؟ وانا بقدم على المنحه في ايرلندا انطلب مني اكتب لاي ابستراكت. ببساطه اللاي ابستراكت translating your research for a general audience. يعني ايه؟ اللاي ابستراكت لازم يكون بعيد عن الصيغه العلميه تماما. ليه بيطلب من اللاي ابستراكت او summary؟ بيطلبوه علشان لو قدر لنا ونجحنا بيتحط على الويب بيج. طبعا الويب بيج كل الناس تقراها، هم عاوزين اكبر عدد من الناس تقرا الكلام ده. فانا عملت ايه؟ انا كتبت اللي ابستراكت
قلت لزوجتي اقرأيه وقولي انت فهمت منه ايه، هي بعيدة عن تخصصي وما شرحت لهاش اي حاجة. لو المعلومة اللي انا عاوز اوصلها وصلت لها يبقى انا كده نجحت. وبالفعل بفضل اكتر من مرة اعدل واسألها لحد ما اوصل للمستوى اللي انا عاوزه. طب ازاي اعمل لي ابستراكت؟ اللي ابستراكت لازم يكون سيمبل نون تكنيكال لانجويج. احنا في الساينس عندنا تكنيكال لانجويج، انا حاليا بعلمك تكنيكال رايتنج، ومش عيب انك تتعلم تكنيكال رايتنج. واحد يقول انا هاخد الاستراكشر بتاعك واكتب عليه، قلت له مش مشكله، كل الناس بتعمل كده في الحاجات الرسميه، ولكن الجديد في الموضوع هي فكرتك، هي الاضافه اللي انت هتضيفها للمجتمع العلمي. ومع الاضافه والفكره والعبقريه والتفكير والتجديد لازم يكون عندك التكنيكال رايتنج، لازم يكون عندك تكنيكال واي. يبقى هو هنا نقطه تكنيكال، ما تستعملش جمل علميه او مصطلحات علميه تكنيكال مش هيفهمها اللي قدامك. وبعدها تاني should be distinguished from scientific one not copy and paste. ما ينفعش تاخد copy and paste. لو هتكتبه بالعربي وتترجمه على جوجل ترانسليت مفيش مشكله، اهم حاجه تكتب اللي انت فاهمه واللي يوصل للجمهور اللي هو بعيد عن المجتمع العلمي. خامس حاجه no more than 250 and 300 words، ما تكتبش اكتر من 250 كلمه او 300 او 200 كمان، كل ما يكون اقل كل ما يكون افضل. وديت لكم مثال باللي ابستراكت اللي انا كنت مقدمه في الايرش ريسيرش كونسل في ترينتي كوليدج دبلن، وكان موفق الحمد لله. و ده ممكن انتوا لو دخلت على النت هتلاقوا امثله اكتر من كده. بعد التايتل واللي ابستراكت هتكلم على الايمز. الايمز دي مهمه جدا، وده لما كنت بقدم على الدكره في كوينزلاند كان معانا ناس بتدربنا على كتابه المشروع، وقالوا دي من اهم الحاجات اللي المفروض تبدا بيها البروجكت بتاعك. يعني يفضل تبدا بالايمز. احنا مثلا لو انا بكتب بيبر للنشر بعمل ابستراكت وبعدين الانترودكشن، هو الايمز انا يعتبر الابستراكت بس بتلحق بيه اللي هي الاهداف. يعني بقول صفحه او نص صفحه، لو انا مثلا بقول انا هعمل صوديوم ايون باتري، بقول مثلا صوديوم ايون باتريز ار سيت تو اوفرتيك ليثيوم ايون باتريز بيكوز ذا زي ار كوست افكتيف اند سيف. يبقى انا في البدايه خالص وضحت له بجمله بسيطه انا هعمل ايه. انا هعمل صوديوم ايون باتري، او الصوديوم ايون باتري صممت لاستبدال الليثيوم ايون باتري لا بسبب ان هي تكون امنه ورخيصه. دوم سببين كويسين جدا تبدا تتكلم بعد كده امنه ازاي ورخيصه ازاي، وبعد كده تقول انا هحضر مواد علشان تدي كفاءه اكبر، ولكن المواد دي فيها مشكله. انت بتحدد المشكله، انا بقول مثلا بيكوز مثلا ديفكتس مثلا بروشن بلو او موفز ذيس ديفكتس مثلا ديتيريوريت ذا الكتروكيميكال بيرفورمانس او ستوري او ستورج ابيليتي اوف ذيس ماتيريال. حددت المشكله، طب انا هعمل ايه، انا عاوز احلها. بقول وانا اي ويل ديزاين ا سينثيتك باث واي تو ميك ديفكت فري ماتيريال اند hence and I will study this by مثلا synchrotron studies الاستراكشر في النهاية. hence my project aims to أو aims at 1 2 3. هتكتب وظائف اللي انت هتعملها واضحة جدا، هعمل 1 هعمل 2 هعمل 3. يفضل من 3 لـ4 نقاط كفاية جدا، لأن بعد كده لما تخش في الميثود هتضطر تكتب 1 تعملها ازاي، 2 تعملها ازاي، 3 تعملها ازاي. لا يفضل انك تكتب كتير، مفيش ريفرنسز في الجزء ده، ويفضل تعمل شكل زي اللي انا عامله، وده نصحونا بيه برضه وهم بيراجعوا معانا وبيدربونا على كتابه المشاريع. يبقى الايمز نص صفحه مع الفيجر. نص صفحه ممكن تكتب من 5 لـ10 سطور، وتكتب من 3 لـ4 او ماكسيمم 5 جولز او اهداف للمشروع بتاعك. طب انت قلت انا هعمل كذا وحددت الاهداف، طب ايه الباك جراوند بتاعتك؟ هندخل على جزء مهم جدا. ده بنا قلت هعمل ده وده وده، انا ما اديتش معلومات كفايه للي قدامي عن الباك جراوند، ما اديتش داتا كفايه على خلفيتي للموضوع. انا كتبت كلام ان جنرال ما فيش ريفرنس، فبكتب صفحه كمان، انا افضل صفحه مش اكتر من صفحه. يعني بقول 1 بيج ات ليست او برضو ات ماكسيمم. لو مثلا خدت سطرين في صفحه تانية مش مشكله، هي مش يعني مش قانون، ولكن انا بقول يفضل ده من خلال التجربه اللي مرينا بيها. ما فيش فيها اشكال،
لازم وانت بتكتب. انا فاكر لما كنت بكتب الاوتلاينز بتاعت الهومبولت كاتبين جايد لاينز الاوتلاينز، كاتبين وانت بتكتب الباك جراوند اند كورنت ستيت اوف ريسيرش، حاول تكتب في اول باراجراف في السيتيشن اربع، تعمل سيتيشن لاربع ريفرنسز من المراجع من شغلك، هم حددوا الموضوع ده. وفعلا انا بكتب في اول باراجراف استشهدت باربع مراجع من شغلي بالاضافه للمراجع الثانيه، وبعدين بدات ادخل في الموضوع. يبقى about and cite the up to date research workers relevant to the project, cite your past research and write about your current research. في النهايه خالص بعد ما بتكتب عن الباك جراوند، خلفيتك واللي انت انجزته واللي الناس انجزته في الموضوع ده، ويفضل يكون احدث حاجه، بتبدأ تتكلم عن أهميته في الآخر خالص. وده حتى في البيبر آخر باراجراف في الانترودكشن، summarize the overall idea in the last paragraph and innovation برضو، هتعمل فوكس على الانوفيشن والoverall idea. على فكرة انت في الأهداف حددت انت هتعمل ايه، وبرضو في last paragraph في الانترودكشن حددت هتعمل ايه. لازم تركز على الموضوع ده بحيث تحسس اللي قدامك أهمية الموضوع، ما هو مش كلام بينكتب، لازم كل كلمة مكتوبة في الريسيرش بلان تكون واضحة. بعد كده هندخل على الانوفيشن. الانوفيشن دي بعد الباك جراوند ما هيش كتير، هي الانوفيشن أربع أو خمس نقاط. انت قلت الأهداف، طب الأهداف انت لو حققتها هتعمل ايه؟ برضو نصحونا نعمل دي بعد الباك جراوند أربع نقاط. بتقول الانوفيشن في الموضوع ده مثلا، انا هحضر مواد او هتغلب على مشكله ما حدش تغلب عليها قبل كده، بعد ما اتغلب على المشكله هاخد المواد دي واحطها على مواد تانية، بعد كده هحط تكنيك جديده جدا للتحضير ما حدش عملها قبل كده، بعد كده هعمل الاسمبلي او الفابريكيشن للحاجه او الابلكيشن او الاستوديو بتاعي اللي انا هعملها. انا مش عاوز اقول برضه ما فيش حد عملها قبل كده، لان احنا برضه احنا بنكتب بروبوزل، احنا بنحل مشكله، ما بنحلش مشاكل العالم كله. ولكن انا بتكلم بصيغه التحفيز، انك انت اللي قدامك يفهم ان المشكله دي انت اللي بتحلها، ما حدش حلها غيرك. يبقى ده تاني حاجه بعد الباك جراوند. ندخل على اهم جزء في البروبوزل، هو الريسيرش بلان او الفيوتشر بلان، بتنقسم لجزئين. جزء الادوات اللي انت محتاجها والماتيريالز، انا ككيميائي ممكن حد تاني في تخصص تاني يكون مثلا المتطلبات دي مختلفه عني، يكتب هو محتاج ايه، والميثود دي عند كل الناس حتى لو نظري حتى لو سيميوليشن، انت بتكتب الميثود. واحد، انت كاتب هناك ايم رقم واحد، يبقى انت بتحدد اول حاجه الميثودز والماتيريال رقم واحد. انا هحضر ديفكتيف فري ماتيريال، اكتب انا هحضر الماتيريال دي ازاي، ويفضل ان هي تكون واضحه. واضحه، ما ينفعش تقول انا I am going to prepare defective free coordination polymer through مثلا co-precipitation and I think this will make innovation in the field of chemistry and مثلا synthetic chemistry and material science. ما ينفعش لا اقول له واحد انا هجيب الماده الفلانيه وادوبها في ميه تبقى حضرت solution A، اثنين هجيب الماده B وحضرها في سوليوشن تاني، تلاتة هجيب سوليوشن واحد واثنين واخلطه، أربعة هحصل على البريزبتيت واعمل له فلتريشن أو سنترفيوجيشن على حسب نوع كل ده السوليوشن وهجففه. يبقى أنت بتحدد مهام واضحة اللي قدامك يا خلاص، ابعد عن كلمة ماجيكالي أو فيكشن أو يعني الكلمات اللي هي توحي إن أنت ماجيكال هتعمل حاجة، لا خليك سامبل، خليك بسيط، خليك واضح، وتحط المهام او الميثود مقابله للمهام اللي هناك. يبقى واحد هحضر، اثنين مثلا هعمل سيل او اعمل مثلا فيول سيل، تكتب مثلا بيم فيول سيل ازاي احضرها، هتقول هستعمل مثلا وليكن كاثود وانود وممبرين، وهعمل الكاثود ازاي والانود ازاي وهقيسها ازاي. دي كلها حاجات مهمه في الميثود لازم تكون واضحه. بعد كده ندخل على الفيزابيليتي. يعني لو انتوا فاكرين في الاوتلاين قلت كلمه، هو كاتب كلمه فيزابيليتي، شوفوا كلمه فيزابيليتي تحتها كام تايتل، تحتها امباكت اوف ذا بروجكت، تحتها ايكونوميك فيزابيليتي، تحتها ريسيرش تيم، تحتها اكسبكتد تايم تيم. يعني كلمه واحده انت ممكن لا تلقي لها بالا، شوف تحتها عناوين قد ايه. طب ناخدهم نقطه نقطه علشان الوقت. هو الامباكت اوف بروجكت، انا بتوقع
the project. انا كاتب حتى الـ initial sentences لك عشان تساعدك، يعني انت لو حتى مش عارف تكتبها انا عاوز اساعدك فكتبها لك. هتقول the project expects to generate new knowledge in the area of كذا، حسب تخصصك. هتقول مثلا start it aims مثلا to addressing the problem of كذا. انا حاطط لك حتى الجمل الافتتاحيه دي بتبسط الناس اللي هم بيراجعوا. طب انا دلوقتي قلت الامباكت، انا متوقع انه يطلع نولج في المنطقه دي وهيتغلب على مشاكل وهيفيد، وقت بقى يفيد مين، ده له صدى عالي جدا. ما تكتبش كتير فيها، 5 سطور كفايه. نخش على الايكونوميك فيزابيليتي. الايكونوميك فيزابيليتي هنا والفرق بينها وبين البينيفيتس في الاخر، ان انت المشروع بتاعك محتاج فلوس قد ايه. هل انت حاطط مواد هتشتري مواد غاليه ولا تكنيكس معقده؟ انت بتقول لهم لا لا. واحنا يفضل اصلا احنا في الكيمياء عموما حاليا بينا بنبعد تماما عن الحاجات الفيري دينجرس او توكسيك او غاليه. يعني العلم ما عادش زي زمان اي حاجه ممكن تعملها. يعني لو انت مثلا تقدم على مشروع بيستعمل سيانايد ماتيريال هيقول لك لا ابعده، بس احنا اصلا مثلا دوله زي السويد ما عادوش بيشتغلوا بالسيانايد تماما حتى لو تطلع ايه. فهي الفكره كلها دايما في مشاريعك حاول تبعد عن الحاجات السامه والتوكسيك، وان كان لا مفر يعني والحاجه دي مهمه حاول تبرر انت ليه هتعمل كده. فبقول مثلا انا بديك حتى الجمله الافتتاحيه هنا، لو انت حتى الجمله دي وحطيتها هتطلع ستيتمنت كويسه جدا للريفيور. ذا رو ماتيريالز اند كيميكالز، كيميكالز تكتب مثلا ميتالز بريكورسور والحاجات اللي انت بتستعملها، اند تكنيكس تكتب انواع التكنيك في التحضير. Used in the project are all cost effective and efficient and safe. Just انك بتقول economic feasibility هي العمليه الرؤيه الاقتصاديه لمشروعك او الريسيرش بلان بتاعتك مش الفايده. ودي هنتكلم عنها بعد، هنتكلم عن الفرق بينها وبين الفايده بعدين. مش الفايده العائد على المجتمع، انت بتتكلم على الرؤيه الاقتصاديه بتاعتك للمشروع. بعد كده الريسيرش تيم. كويس جدا وانت بتقدم على اي مشروع انك تكون قاري عن المكان اللي انت رايح فيه، انت عارف انك هتشتغل مع مين، بينبسطوا جدا بالحاجات دي. انت عارف تشتغل مع مين، وعارف انت مين اللي هيبقى مشرف معاك، وعارف مثلا لو انت في هناك ناس شغاله هتشتغل معاهم، ولو لك مثلا انترناشونال كولابوريشن بتقول مثلا انا هشتغل مثلا اسمك وليكن سوبرفيجن اوف بروفيسور مثلا كذا، من حد اسم الاستاذ اللي هيشتغل معاه. وبعدين بتقول انا اخترت المشروع ده بناء على الامكانيات اللي موجوده عندكم والريسيرش جيد، وتكتب بعض الحاجات والريسيرش كاتنج ريسيرش ورك بتاعكم، وبتبدا تحدد التيم اللي انت هتشتغل معاه، بتذكره بالاسم انا واستاذي ومحمد مثلا عبد القدوس مثلا مع شغال في تويهاش هيبقى من التيم بتاعي لان هو هيحل لي مشكله معينه وهكذا. بعد كده بندخل على التايم تيبل. التايم تيبل ما فيش مفر، انا استحاله اشوف واحد مقدم ريسيرش بلان او بروبوزل او بروجكت بدون ما يحط التايم تيبل. ازاي انت مقدم لي مشروع بدون ما تقول لي انت هتعمل ايه في اوقات مختلفه؟ انا مثلا خدت جي اس بي سنتين، فقلت مثلا في السنه الاولى هعمل كذا، وفي 6 شهور التانيين في السنه الاولى هعمل كذا، وفي كل حاجه هشتري المواد وبعدين اقرا الليترتشر، هحضر بعدين هعمل ابلكيشن، بعدين احضر مؤتمر ولا اتنين، بعد كده ابدا اعمل حاجه ثانيه اعدل في المواد. ريفيور، ودي من الحاجات اللي انا سمعتها، لما تيجي تكتب بلان وتيجي تكتب في الاخر خالص اي ويل ببلش، دي مؤشر مش كويس، هو مش سعيد، هو عاوزك تنشر من البدايه، وده استحاله تنشر من البدايه. يعني انت مش من اول يوم هتنشر، لا ممكن بعد ايه. علشان كده انا كتبت ايه، reporting scientific and technical results at international conferences and in leading peer reviewed journals. يعني ايه؟ بتقول لهم ان انا خلال فتره البحث العلمي هحاول انشر، هحاول اوري الناس شغلي. دي تدوم يعني بتعكس يعني عندهم انطباع كويس ان انت عندك نيه انك انت تعمل حاجه تفيد البشريه. انا شفت ناس كتير جدا ودي تم انتقادها، بيجي في الاخر من مثلا من الشهر التاسع لاخر 3 شهور مثلا في السنه الثانيه يقول لك ايه؟ ابلكيشن. هو هيزعل لما يشوف حاجه زي كده. فانا افضل لو انت تعملها من البدايه ان انت يو تراي تو ببلش، حتى لو ما فيش مثلا حاجه في ريفيو جورنالز، انا احضر مؤتمر، احضر سيمينار، هعمل مثلا ميتنجز، كل ده كويس عشان الاكستشينج اوف ايدياز. ودي طريقه لتصميم التايم تيبل. وبرضه انا كاتب لك ايه اكسبيرمنتال تايم تيبل، انا اعمل لك حاجه هتريحك، بتحط يور نيم مثلا محمد has got a tentative time work plan in كذا في جامعه كذا to complete his research project in 2 years.
please see the table below. انا عاوز اريحك، انا فعلا عاوزك تتعلم تبقى تكنيكال في الرايتنج، ولكن انوفيشن برضه مازال هي فكرتك والحاجه اللي انت بتعرضها وبتفيد بيها المجتمع. دي حاجه ثانيه، لما انا كنت مقدم ده في مشروع وشافوه قالوا بس احنا بنفضل ناخد شارت زي دي، ما فيش مشكله عملتها. هتشوف في الاول خالص بقول سنسز اند كاركترايزيشن، عامل مثلا من اول 3 شهور لحد مثلا اخر 3 سنه هبدا انا احضر في الفتره دي كلها مش هقف عن التحضير، وبرضه عامل في الاخر خالص في الفتره دي كلها مش هقف عن النشر. مثلا الكاركترايزيشن حاطط مهام، الانجينيرنج حاطط مهام، او البرفورمانس ميجرمنتس حاطط مهام، الاثنين مقبولين، ولكن يفضل في بعض الحاجات ان تستعمل الشارت دي برضه كويسه وفي ناس بتحبها كويس جدا. ندخل على facilities and infrastructures، نقطة مهمة جدا لازم نتكلم عنها. أنت النهاردة اتكلمت في الفيزابيليتي عن الريسيرش تيم وعلى الجروب. طب أنت ده جروب في الجامعة في معهد، أنت لازم تقول لهم أنا قريت عن المعهد أو الجامعة دي وعارف القسم اللي هشتغل فيه وعارف الكومن facilities، كل الكلام ده بيصب في مصلحة المشروع. أنت بتقول لهم إن أنا يعني مش هطلع بره المكان ده، ولو طلعت هيبقى برضه في فايدة، بس الافضل ان انت تكتب عن المكان اللي انت رايحه. لما انا جيت اقدم على منحه لما كنت بقدم على الهومبولد دخلت وكتبت الجزئيه دي وكتبت المعمل وكتبت الديبارتمنت وكتبت الاجهزه اللي انا عاوزها وهي موجوده بالفعل، وحالا احنا مقدمين على حاجات وبنكتب الكلام ده. فكويس جدا، انت مش هتكتب عن نفسك فقط، تكتب عن نفسك وعن استاذك وعن شغلك وعن المكان اللي انت رايحه. دي نقطة مهمة جدا انك تكون قارئ كويس عن المكان، ودي حاجة بتلفت نظرهم وتعجب. بعد كده البنفيتس، دي الجزئية بقى، ايه العائد للمشروع ده على المجتمع وعلى المؤسسة وعليك انت كشخص. انت بتقول انا البروجكت ده هيعمل سيجنيفيكانت بنفيتس في النولج للحاجة دي، وهيفيد استاذي وهيفيد الجامعة، وانا كمان هستفاد ان انا دوت مثلا the first step in my career مثلا. يعني نتكلم عن الفايدة، يبقى دي مش الايكونوميك فيزابيليتي، دي الفايده اللي عايده عليك انت وعلى المجتمع، انما هناك انت بتتكلم عن تكلفه المشروع ورؤيتك هو هيتكلف قد ايه. وغالبا اي مشروع بينزل اي منحه بيبقى اطار بيحطوا فيه فند معين، انت بتتكلم في اطار الفند ده. بعد كده دي مش مهمه زي ما قلت لكم في البلان، ولكن في البروجكت اللي هي الكوميونيكيشن اوف ريزلتس، ان الريزلتس دي هتبقى على مستوى، في ناس احنا تفضل اكاديميك وفي ناس تفضل اندستريال، ولكن انا افضل الاثنين. لو انت عندك نولوجي في الاكاديميا وعاوز تفيد بيها الناس في الاندستري كويس جدا، يعني معنى كده انك انت هتعمل بيبر هتعمل باتنتس، لو هتعمل بيبر اكاديميا، لو هتعمل باتنتس اندستري، وبتقول لهم انا بتوقع كمان ان انا الشغل بتاعي طبعا هي فيها ممكن يكون ما تبالغش قوي، هي دي فيها مبالغه شويه، انا حاططها بس نوع من التحفيز، متوقع ان انا هنشر في المجلات زي النيتشر والادفانسد ماتيريال فقط للتحفيز، وان كان عندك القدره انك تعمل حاجه زي كده ده انجاز كبير جدا وتوكل على الله. ولكن انا بقول لك في البدايه انا بقول لهم انا هطلع نتائج مهمه للاكاديميا وللصناعه وهعمل باتنت وهنشر، متوقع ان الشغل ده يتنشر في مجلات معينه. انا مديك الاستيتمنت فقط حط اسمك، ما فيش فيها مشكله وباكد عليها، انت الفكره هي بتاعتك ولكن التكنيكس اتعلمها، وهأكد على ده طول ما أنا بشرح. بعد كده المانجمنت اوف داتا، بتقول لهم أنا I respect the university research data management. كل جامعة عندها قوانين، احنا لما رحنا كوينزلاند عندها كودز 1 2 3 بنقراه كويس وبنلتزم بيه، كل جامعات العالم كده. وفي كودز تانية أو في داتا مانجمنت تبع دور النشر، لازم نحترم الحاجة دي. انا السلايد دي ان شاء الله لو في فرصه هعمل برزنتيشن تاني عن حاجه اسمها ريسيرش انتجريتي، اللي هي اسمها النزاهه البحثيه. دي من الحاجات المهمه جدا ان كل واحد يعرف اللي له واللي عليه. انت ما تشتغلش كفرد، انت فرد داخل مؤسسه، اي خطوه تاخدها لازم تكون ريسبكتابل للمؤسسه دي، لازم ترجع للمؤسسه وتسالهم ينفع اللي هنا في المانيا. أستاذ أو المشرف ما بيمضيش على ورقة إلا ما يرجع للجامعة والهومبولد، وأنا محترم حاجة زي كده. بنعمل كل حاجة في إطار القانون، مش هينفع ما تعملهاش، لأن في حاجات كتيرة جدا بتعمل خارج الإطار ده، ودي حاجات سيئة جدا. علشان كده إن شاء الله خصص محاضرة الموضوع ده، مش هقف عندها كتير، وإن شاء الله إن كان في عذر نلقيها في مناسبة تانية. Research Integrity أو النزاهة البحثية.
بعد كده الريفرنسز يفضل انك تستعمل من 15 ل 25 ريفرنس، ده تقديري انا، انت عاوز تزود او تقلل ده حاجه ترجع لك. يفضل يكون فيها من الريفرنس بتاعتك من 4 ل 5، ما تحطش اكتر من كده، لانه لو شاف كل الشغل بتاعك شغلك انت، حتى احنا في البحث العلمي بيعمل لك مثلا اتش اندكس with excluding your citation. انا بيجي له سؤال لما راجع بيبر بيقول هل هو بيسالني الدكتور هل الراجل دوت يعني معتدل في السيتيشن ولا عامل سيلف سيتيشن. انا بشوف الريفرنسز فعلا المراجع، ولو لقيته عامل كتير بقول له مش معتدل، لقيته مش عامل كتير يبقى هو كويس. لان في ناس حاليا بيجمع مثلا 20 30 ريفرنس من عنده بيكتب بيبر وبنشره، ده المجتمع العلمي بيرفضه. انا بقول برضو ما ينفعش انك تتجاهل نفسك في البروجكت بالذات، في البيبر ممكن تتجاهل شغلك، انما في البروجكت على الاقل من 4 ل 5 ريفرنس عندك. كده انا نهيت الريسيرش بروبوزل او التكنيكال رايتنج فور الريسيرش بلان. انتوا فهمتوا من السلايد دي؟ انا اتمنى ان انت وانت بتكتب تكنيكال لازم يكون عندك لمسة الابداع، لازم برضو يكون عندك فكرك عارف انت بتعمل ايه. في النهايه لازم يكون المشروع بتاعك متزن، لازم تظهر الايمج في النهايه لكل الناس هو هيعمل ده ازاي. على فكره ده بيحصل، احنا في بعض الاحيان لما بنقرا يعني ريسيرش بلان او بروبوزلز من طلبه اصغر مننا في السن بننبهر بيها. فانت شو يور ابيليتي، وريهم قدرتك على الابداع، وريهم قدرتك انك انسان متزن. ما ينفعش في اي بروجكت تاخد كوبي وبيست، ولو هتكتبها بالعربي والترجمه مفيش مشكله، لو هتبعتها لحد يساعدك مفيش مشكله. فالصوره دي معبره جدا على انك تشوف امكانياتك وتعرضها للناس كلها. انا كده خلصت التكنيكال رايتنج للبلان او الريسيرش بروجكت. لو في اي اسئله طبعا ابعتوها. هدخل على الجزء الثاني اللي هو الموتيفيشن ليتر. هو ايه الموتيفيشن ليتر؟ هل الموتيفيشن ليتر يقل اهميه عن البروجكت، ولا هو بنفس الاهميه؟ بنفس الاهميه. ده جواب بيكون ملخص جدا ايه الدافع انك تعمل كده، ايه الحافز انك تعمل كده. بس قبل ما تكتب الموتيفيشن ليتر لازم تقف مع نفسك وتسال نفسك الاسئله دي او تفهم النقط دي. واحد، why are you applying for this position؟ ليه انت بتقدم؟ لو انت كتبت اجابه على السؤال ده يبقى انت قطعت شوط كبير جدا في الموتيفيشن ليتر. السؤال الثاني، what will it give you؟ ايه الفائده اللي انت هتستفيد منها؟ ولو كتبت اجابه السؤال ده في جمله واحده يبقى انت قطعت شوط في الموتيفيشن ليتر. السؤال رقم 3، why you need to win؟ انت ليه عاوز تفوز؟ لو كتبت برضو جملة او اتنين يبقى انت قطعت نسبة كبيرة من الموتيفيشن ليتر. رقم 4، why you، ليه انت، must be selected to this program، ليه انت انسب واحد للمكان ده. انت ما تيجي تتكلم في الموتيفيشن ليتر تكلم بجدية وبوضوح ان انت فعلا مناسب للمكان ده. حاول تقنع اللي قدامك ان انا فعلا انا الشخص المناسب في المكان المناسب. نقطة رقم 5، have a reason why you are the best candidate، دي بتأكد الجملة اللي قبلها. ورقم 6، انت مش بتقدم عشان تشانس، انت بتقدم لانك مؤمن بالفرصة دي. You believe that it's possible to win، يعني انت وانت مقدم لازم يكون عندك القناعة الكاملة ان انت هتنجح. ما تقولش انا برمي ورق وخلاص. وخد بالك اي حاجه انت بتعملها هي اضافه لك، وهتكلم عن النقطه دي في نهايه الباوربوينت. What is a motivation letter؟ A motivation letter is a document detailing your professional skills and reasons for applying for a course of a study, scholarship او كانت volunteer job. الموتيفيشن letter لازم يكون فيه، انت ممكن يكون في سبورتنج دوكيومنتس، انت ما ينفعش تقدمه لوحدك، انت تكتب كلام مسترسل، فانت بتلحق بيه السي في او الريزومه بتاعتك او السيرتيفيكيتس، ولكن دي جمله هنتكلم عنها بعدين. فممكن نسميه له اسم ثاني اسمه ستيتمنت اوف بيربس او ستيتمنت اوف بيربس اند موتيفيشنال ليتر، الاثنين صح. يعني ممكن تكتب عنوان ستيتمنت اوف بيربس او موتيفيشنال ليتر. طب السؤال اللي بيطرح نفسه، ازاي اكتب موتيفيشن ليتر؟ واحد، رايت ان اوتلاين. لو انت فاكر انا قلت لك الاوتلاين هناك في البروجكت هي اي حاجه بتعمل لها تنظيم. فانا لو انت رجعت للاسئله او اللي انا اتكلمت الست نقاط دي اسمها اوتلاين، اكتبهم في ورقه وجاوب عليهم واحده واحده. بعد كده
write an introduction. بعدين انت ما كتبت الاوتلاينز انت عاوز تكتبها حاول تبلورها في introduction. introduction طبعا وبادي لان انت كاتب الاوتلاينز هي فيها الانترودكشن والبادي. وبعد كده اكتب الكونكلوجن. هنرى بعدين تعمل الكلام ده ازاي. واخر حاجة proof read your motivation letter. لو انا محمد بكتب motivation letter هنصحك بيه بعد انا شفت مئات motivation letters عشان اتعلم السكيلز بتاع الرايتنج. هنصحك بالآتي. الموتيفيشن ليتر صفحة واحدة ما تزيدش وما تكونش زحمة وما تكونش المارجنز عندك ضيقة قوي وما يكونش يعمل مسافات بين الكلام اللي هي المسافات بين. أنا شايف في تقريبا الناس مش عارف دي أسئلة ولا ويتنج ليست. لا تمام يا دكتور تفضل الأسئلة في الأخير. أنا شايف 24 مش عارف دي أسئلة ولا ناس منتظرة تدخل معنا. لا اي حد بيدخل اوتوماتيك ما فيش مشكله اتفضل. انا بتكلم على الموتيفيشن ليتر انا انصحك اللي انا بعمله واللي انا طلعت بيه وفي على النت حاجات كتير صفحه واحده ماكسيمم. اتنين رقم اتنين الموتيفيشن ليتر يكون 3 باراجرافز ما ينفعش يكون اكتر من كده بوجهه نظري. أول باراجراف introduce yourself shortly. تكلم عن نفسك باختصار وبوضوح واعرض بأقل كلمات أنت إيه وفهم إيه. اتنين اتكلم على motivation to do this work اللي هو البادي. ليه أنت عاوز تلتحق بالمكان ده؟ ليه أنت الشخص المناسب بالمكان ده؟ إيه الفائدة اللي هتعود عليك أنت من المكان ده؟ وإيه الفائدة اللي هتعود على المكان ده؟ وفاينالي اتكلم اللي هو الباراجراف الأخير conclusion just appreciation أو وكونتاكت ديتيلز وانت بتكتب عنها بتلخص الموضوع في ان انا اتمنى ان انا التحق بالمكان ده بسبب بعض الحاجات تحاول تلخصها وتعمل كلمه شكر للجنه ولو في عندك كونتاكت ديتيلز او حاجه اكتبها. النقطه اللي جايه دي مهمه جدا انا بعملها برضه. اكتب الموتيفيشن ليتر واقراه واقفله وسيبه وارجع له تاني افتحه واقراه وعدله. دي مهمه جدا على فكره. اما تكتب الموتيفيشن ليتر بتكتبه وانت مضغوط او بتعمل اي او اي بيبر او اي حاجه بتعملها لازم انت بتعمل لها مثلا استراكشرنج او بتعمل لها تاسيس تخلص التاسيس وبعد كده اقفل واقراها تاني مره واثنين وثلاثه لحد ما توصل اللي انت عاوزه. ويفضل لو انت في حد عندك مثلا كويس تقول له اقرا الموتيفيشن ليتر ده قول لي ايه رايك فيه. مفيش مشكلة ابعته لواحد مثلا من الناس الكويسة في الانجليش يقول له اقراه لو عاوز تعدل فيه أسلحة تكنيكس. في النهاية خالص اعمل زي ما اقول اقفله وابدأ عدل فيه لحد ما توصل للليفل اللي انت عاوزه. انا هنا مديكم اكزامبل على موتيفيشن ليتر خاص بيا. ولو كنت تبصوا كده هتلاقوني كاتب طبعا تو ذا مثلا بريزدنت اوف كذا او كوميتي او تو هوم مي كونسرن ويز ديت. انا كاتب بعدين بقراه كاتب باراجراف قدمت نفسي كاتب باراجراف مثلا ان زي ما قلت لكم المبررات ليه انا عاوز اخش المكان ده وايه الفائده اللي هتعود عليا والمكان ده فيه فائده ايه وايه اللي احنا ممكن نعمله من المكان ده وده الكونكلوجن وده الامضاء بتاعي. طبعا في موتيفيشنز ليتر بالمئات انا وجهه نظري ده اللي انا توصلت له والحمد لله وفقت بيه في حاجات كتير جدا في الموتيفيشن ليترز. في النهايه خالص احنا خلصنا جزء الموتيفيشن ليتر. انت بعد ما تكتب الموتيفيشن لو انا محمد كتبت موتيفيشن ليتر ومعايا 100 واحد وبعتهم للجنه انت مين في الناس دي؟ بعد ما تقرا الموتيفيشن ليتر بتاعي انت هتحطني فين؟ اختار. فشوف انت بتحط نفسك فين. هما دايما يقول لك دريم بيج يعني يعني اكتب موتيفيشن ليتر فعلا يعرض قوتك يلمعك. الموتيفيشن ليتر يمكن هو اول حاجه الناس بتقراها وانا بكون واضح فيه جدا وانا بكتبه. بكتب بكل وضوح انا عاوز التحق بالمكان ده من اجل الفايده دي وانا متوقع ان انا هعمل كذا. فانت بعد ما تكتب موتيفيشن ليتر يو هاف تو هايلايت يور سيلف تو ذا بيست فيو. انا اقولها تاني يعني دريم بيج انت لازم يكون احلامك كبير. بعد كده نخش على الجزء الاخير من البرزنتيشن لان احنا لسه قدامنا 10 دقائق اللي هي الكريكولم فيتا او فيتايز زي ما بنطقوها. عن الكريكولم فيتا. الكريكولم فيتا هي عبارة عن ملخص بيعرض your experience and skills ولكن في شكل منمق.
وغالبا مش غالبا هي الكريكلام فيتا او السي في اكبر من الريزومي او اطول منها. السي في بتعرض يور اكاديميك يور باك جراوند اكاديميك باك جراوند. انا مش هقرا كل الكلام عشان ما اضيعش وقت، ولكن انت ممكن تقراوه بعيد. يبقى هي السي في متعلقه بترتيب مهاراتك وخبرتك بفي ما فيما يتعلق بالاكاديميك باك جراوند اند ريسيرش. لو جينا قلنا ايه اللي موجود في السي في، السي في المفروض يكون موجود فيها نيم، كونتاكت انفورميشن، ايديوكيشن، سكيلز، اكسبيرينس، ده الاساسي. بعد كده ممكن تحط ريسيرش، تيتشنج اكسبيرينس، ممكن تحط بابليكيشن، جرانتس، فيلوشيبس، بروفيشنال اسوسيشن، لايسنس، اووردز. الاذر انا عاملها بالجرين هنا، انفورميشن ريليفانت تو ذا بوزيشن يو ار ابلاينج. اقف عندي شويه. دايما كل واحد مننا لازم يكون عنده حاجه اسمها الريفرنس سي في. الريفرنس سي في دي بتاعتك انت، ما حدش بيشوفها، انت كاتب فيها كل حاجه عن نفسك. ولكن لما تيجي تقدم لبوزيشن خد الحاجات اللي موجهه للمكان ده او ريليفنت للمكان ده. يعني لو قدمت على بوزيشن في مصر هتكون السي في بتاعتي مختلفه عنها لو قدمت على بوزيشن في المانيا او في انجلترا. لو قدمت على بوزيشن فوكس مثلا على كيميكال انجينيرنج هركز على الحاجات اللي فيها كيميكال انجينيرنج، ولو قدمت على حاجات خاصه بالطاقه هيبقى انا كده. انت لازم السي في بتاعتك يكون عندك واحده ريفرنس بتاعتك انت، وعندك واحده بتاعت التقديم اللي بتاخد منها الحاجات المتعلقه بالبوزيشن ده. في بوزيشنز فوكس اون ريسيرش في الانستيتيوت يبقى فوكس اون ريسيرش، في بوزيشنز فوكس اون تيتشنج زي الجامعات يبقى انت فوكس اون تيتشنج معايا. وانا هوريكم دلوقتي مثال للسي في. يبقى السؤال اللي بيطرح نفسه دلوقتي، وات از ذا ديفرنس بتوين سي في اند ريزومي؟ السي في ريزومي لك كومبتنسي بيزد، مبنيه على الكفاءه. يعني انت بتقول انا عندي كفاءه ومهاره في النقطه دي حتى لو ما عندكش مؤهلات علميه. يعني انا مثلا لو غالبا بتكون متعلقه بالتجاره والبيزنس، ما بتكونش متعلقه بالاكاديميه. فانا بقول انا عندي هيستوري في النقطه دي بس انا معيش شهادات، ولكن السي في بتكون كريدنشال بيزد، دي معتمده على المؤهلات بتاعتك. بدليل احنا في بعض المنح بنجي نقدم بيقول لك شرط هي شود هاف او شود هاف ا بي اتش دي ان كيمستري فور اكزامبل اور ان ايكويفالنت ليفل. بيشترط انت يكون عندك بي اتش دي. ممكن في الريزومز ما يشترطش ما يكونش عندك، بل بالعكس هو في الصناعه يقول لك انا عاوز بكالوريوس، انا عاوز ماستر عشان ما تدلوش فلوس اكتر. فالريزومي غالبا بتستعمل في الحاجات اللي هي متعلقه بالصناعه، بتعرض قوتك في نقطه معينه مش مهم مؤهلاتك، ولكن السي في اكاديميا. في ناس تقول ما فيش فرق. كمثال مثلا ناس تقول لك في امريكا بيحطوا كلمه ريزومي في كل حاجه، انما في يو كي بيحطوا كريكلر فيتا او سي في. انا شخصيا بحط سي في لان انا راجل اكاديمي ومقتنع بيها كده. لو في حد تاني يخش في الصناعه او لو هو عايز يعمل ريزومز اب تو يو. طب السؤال هنا ازاي اكتب السي في؟ برضو بعد مرحله كبيره جدا من القراءه في الموضوع ده، انا شخصيا برتاح للبساطه، ما احبش ان انا احط الوان كتير وكارتونز كتير في السي في. انا خدت لكم طبعا، شلت انا الداتا بتاعتي وحطيت لكم الهيدلاينز او التايتلز بتاعتي. هتبص اول حاجه انا كاتب اسمي وكاتب تحته الكونتاكت انفورميشن، الايميل والموبايل او التليفون والويب بيج بتاعتي. بعد كده بخش على البايوغرافي، دي مهمه جدا، بنكتب حوالي 100 كلمه او 120 كلمه يلخصوا حياتك كلها. اللي بيقراها بيعرف غالبا انت عملت ايه، بس باختصار تكتب مثلا محمد بركات زكريا مثلا a lecturer of physical chemistry at Tampa University received his PhD from Western University in 2016. Then he moved to the National Institute for Material Science to do GSBS from كذا to كذا. Just كده. بعد كده تتكلم على الـ personal information. هنا مهم جدا تحطها، لان احنا قدمنا في بوزيشنز وانطلب مننا لما كناش كاتبين مثلا ناشوناليتي او ديت اوف بيرث، انطلب مننا تحط ديت اوف بيرث والناشوناليتي. في جامعات بتطلب الحاجات دي. الامبلويمنت هيستوري برضه بتعمل له ليستنج برضه 1 2 3، وبعد كده الايديوكيشن، وبعد كده الفيلوشيبس. لحد هنا انا شايف دول اهم حاجات في السي في، لان لو انطلب منك سي في سامري، لان في بعض الاحيان السي في بتاعتنا بتوصل 15 و16 صفحه لو حطينا ليست اوف ابلكيشن والباتنتس والبوكس والكلام ده. بعض الاحيان بيطلب السمري،
وبيعمل لك بيقول لك اعمل ليست اوف ابلكيشن في ملف منفصل. فالاربع حاجات اللي فوق او اللي هم الثلاث حاجات البايوغرافي والبيرسونال انفورميشن والامبلويمنت هيستوري والاديوكيشن وممكن تحط لهم الفيلوشيبس دول اهم حاجه ما تتخلاش عنهم. بعد كده الاوردز برضه مهمه اعتقد. من اول ليست اوف ابلكيشن لو جيت بصوا هنا كاتب ليست اوف بير ريفيود ببلشد اوريجينال ارتكلز وعامل هنا ريفيو ارتكلز. في بعض الاحيان الناس بتكتب السي في كل البابليكيشن كلها ليست واحده، ولكن احنا برضو طلب مننا في بعض البوزيشنز اللي احنا قدمنا عليها ان احنا نفصل الاوريجينال ارتكلز اللي هي الابحاث والريفيوز كل واحده لها ليست لوحدها والباتنت والايه والبوكس لوحدها. انا بعمل كده في السي في بتاعتي، ولكن انت ممكن لك مطلق الحريه تعمل انت عاوز تعمله، ولكن انا بقول ده اللي طلب مننا واحنا مقدمين على حاجات بوزيشنز. بعد كده بتتكلم على التيتشنج اكسبيرينس. حاليا نظام الجوده في العالم كله ما عادش زي زمان، تقول انا درست الكيمياء الفيزيائيه والتحليليه والعامه، لا لا لا، انت بتقول له الكود رقم واحد انا مثلا خاص بكذا، الكود اتنين يبقى بتحط لكل ماده كود اللي انت درسته وتحط تحته السنه اللي انت درست فيها، ودي بتكون كفايه. بعدين الريسيرش جرانتس دي وانت شغال، احنا شغالين حاليا في البروجكت بتاعتنا بناخد مشاريع تانية مع حد مدة سنة او خمس شهور او ست شهور، دي جميلة جدا وبتعرض قديم تقدر تعمل سيكيورينج للفند. بتكتب او انت مثلا رحت ثلاث شهور في مكان بتكتب الكلام ده كله ليست برضو. وبعدين لو انت عندك اديتوريال بورد ممبرشيب وعندك ريفيونج الانترناشنال جورنالز برضو مهمة جدا اللي هي فولنتيرز وورك، على فكرة بيحبوا الكلام ده جدا لو انت عندك فولنتيرز وورك كتير في مثلا ريفيوينج والكونفرنسز والكلام ده. بعد كده لو انت عندك اكاديميك سوبرفيجن، وبعدين لو انت المؤتمرات برضو لازم احطها لستة واحدة، ولكن انا بقسمها بالشكل ده، المؤتمرات اللي انا نظمتها والمؤتمرات اللي انا انفايتد فيها، وبعدين المؤتمرات اللي انا حضرتها كلها من دون انفيتيشن او اورجانيزيشن. وبعد كده بتكلم عن السيشنز وركشوبس، وبعدين بتكلم على الممبر شيب اكتيفيتيز. انا مثلا عضو في الكيميكال امريكان كيميكال سوسايتي برقم كذا، عضو في الانترناشونال اسوسيشن اوف ادفانسد ماتيريال اللي هي برضه كويسه جدا بيحبوا الحاجات دي. ده الكلام ده اللي هو طلب منك السي في كامله، في حاجات كده بيطلبها، في حاجات ثانيه بيطلب منك الملخص يعني. بعد كده الريسيرش انترست انا كتبتها في الاخر مخرج في الاول، ولكن انا كنت كتبت في البيوغرافي فانا تفضلت ان انا احطها متاخره لان انا حددت في البيوغرافي انا انترستد ان ايه يعني في اخر لاين. واخر حاجه بتعملها ودي مهمه جدا، اثنين او ثلاثه من الاساتذه اللي انت اشتغلت معاهم الكونتاكت ديتيلز عشان يسالوهم عنك، يفضل اللي انت اشتغلت معاهم ويفضل لو كان مشرفك في الماستر او في البي اتش دي، علشان كده الناس كلها لازم تكون حريصه ان هي ما تزعلش اساتذتها. في اضعف الحلول لو انت عندك اكاونت على البابلونز او على ريسيرش جيت في جنريت يور سي في، ولكن دي بتضيع منك بعض الكريدتس لان انت الحاجات بس اللي بتظهر هي الفيريفاي. لو عاوز تعمل كده اعمل، ده اضعف الايمان، ولكن انا لا افضل. انت لو رجعت لهنا وخدت الحاجه اللي قدامك دي فقط هتنظم حاجتك ببساطه بوضوح ومش محتاجه منك مجهود كبير يعني. وبعد كده لو حد عاوز نشارك معاه السي في عشان ياخد منها بعض الكلمات مفيش مشكله خالص، ان هو يقدر يعمل اللي هي انيشال ستيتمنتس مفيش مشكله. بعد كده انا اديتكم مثال برضه على السي في برضه من حد تاني، دي برضه انا عجبت بيها جدا. لو انت عاوز تاخد دي برضه تتكلم على الاوبجكتيف والورك اكسبيرينس والاديوكيشن والاديشن سكيلز والريفرنس، دي حاجه ملخصه جدا طبعا. و اللي حصل في مثال تاني ولكن لا افضل اللي هو كويس، اتكلم عن السمري والسكيلز والاكسبيرينس والاديوكيشن واللانجوج، بس انا لا افضل الالوان انا شخصيا، والناس الكبار اصلا في ما بيفضلوش الكلام ده، فالبساطه افضل حاجه. انا شايف دي كويسه جدا برضو، بس يعني تبعد عن الالوان الكتير اللي هو البلو والكلام ده. طبعا احنا وصلنا للنهايه وتعمدت برضو احط السلايد دي، انا مش عارف انت ممكن تفهم منها ايه، ولكن انا فهم لها عشان to build your CV it's not easy، ما فيش حاجه سهله. انا بديك بس انك بديك السكيلز انك تنظم انجازاتك تنظم افكارك، ولكن في النهايه انت لازم تشتغل على نفسك ولازم تتعب. العالم كله بيتطور من حوالينا، الناس بقى الباحثين على مستوى العالم بقوا في منطقه تانية، فانت علشان تروح لاي مكان لازم تكون مؤهل ومستعد. النبته اللي طلعت هنا دي في الظروف دي وان ربنا سبحانه وتعالى يعني كتب لها انها تخرج بالصوره دي،
يكتب لك انك تنجح برضه، ما تخافش من اي ظروف، ما تخافش من اي تحديات، هتتعب هتقابلك عقبات، بس في النهايه هتوصل لو انت عندك النيه وعندك الدافع وعندك الحافز. طبعا انا وصلت نهايه الباوربوينت، بس انا هتكلم عن نقطه مهمه برضه قبل ما اقفل. انا مره نجحت وما تعلمتش، ومره فشلت وتعلمت. هقول لكم ليه. انا اول ما قدمت بعد الدكتوراه على جي اس بي اس، انا كنت بقدم فور فان، حتى ما كنتش خلصت الدكتوراه، والغريب ان هي جت لي. بس في الوقت دوت انا كنت بكتب الريسيرش بلان بناء على الامكانيات اللي عندي. لما دخلت قدمت على الدكره، الدكره قعدت 6 شهور تقريبا، دخلت تصفيات في جامعه كوينزلاند ونجحت فيها، ولكن في النهايه خالص بعد ما عدينا مرحله التدريب والكتابه، وفي اخر مرحله خالص اللي هي السلكشن، فاينل سلكشن، انا مخطي. بس انا ما زعلتش، عارفين ليه؟ في 6 شهور اللي قعدتهم في كوينز، اللي اتدربت فيهم انا كتبت المشروع، اتعلمت سكيلز مهمه جدا. وتخيلوا بعد ده ما فشلتش ولا منحه قدمت عليها بعد يعني انا فشلت، يعني نجحت في الجي اس بس وما اتعلمتش مهارات كتابه الريسيرش بلان، وفشلت في الذكرى، ولكن اتعلمت بعد الذكرى ما فيش منحه قدمت عليها وسقطت فيها. خدت الهومبولت وخدت الايرس ريسيرش كاونسل وخدت التشاينا بوست دكتور اكستشينج بروجرام. فحاليا حتى انا بكتب اي بروجكت لاي منظمه لاي جهه عندي السكيلز. فما فيش مشكله الانسان يفشل ويتعلم، مش شرط انك تنجح من اول مره، فلازم تشتغل على نفسك وتطور من نفسك. وطبعا في النهايه بشكر الجروب بتاعتي في المانيا والتشير اللي انا شغال معاهم. بصراحه المانيا بلد جميله جدا في البحث العلمي وعندها فرص كويسه، دوروا. وياريت الناس كلها انصحهم تعمل اكاونت على تويتر، هتلاقي فرص جميله جدا. وطبعا بشكر جامعه طنطا، يا جامعتي الحبيبه اللي يعني لها مكان في القلب، يعني ما فيش بعد كده يعني. اساتذتنا ربنا يبارك فيهم يا رب. وفي النهايه اتمنى ان انا اكون وصلت للتارجت اللي انتوا عاوزينه، واهلا بكم للاسئله. مش شكرا محمد، انا خلصت. شكرا جزيلا دكتور محمد، كانت محاضره اكثر من رائعه. ربنا يبارك فيك، اتمنى تكونوا استفدتوا. بالقطع يا دكتور. احنا عندنا مجموعة من الأسئلة لو حضرتك تسمح لنا. تمام، مش مشكلة. في سؤال من مارينا روماني، بالنسبة لألمانيا شرط اللغة الألمانية للمنح ولا ممكن إنجليزي؟ لا لا خالص، مش شرط، بل بالعكس، هي مش شرط نهائي. انا خدت هومبولت ومعيش ألماني، يعني معظم المنح إنجليش، معظم لغة العلم في العالم كله هي الإنجليش طبعا. بل بالعكس، هم الالمان بيشجعوا على الجلوباليزيشن، بس هم بيشجعوا برضه لما تيجي هنا هم يحبوا انك تتعلم لغتهم يعني. ولكن لو معاك الالماني دي ادفانتج على فكره، لان انا لما جيت المانيا انصح كل الناس تتعلم الماني يعني لانها عندها فرص. اللي انا بخش على التويتر، ممكن الالماني يسهل فرصتها. انا بدخل على التويتر كل يوم منح، كل يوم انترنشيبس، مش يوم ويوم باستمرار. ولكن الألماني ممكن يسهل لك إنك تاخد منحة مثلا اللي هي ماستر، حتى الداد ما بتشترطش ألماني كمان يعني. هي أدفانتج خدتها تستفاد، لو ما خدتهاش مش مشكلة. في سؤال تاني من أميرة أبو زيد، بتقول دكتور يعني حتة الإنوفيشن لطالب ماجستير، هل لازم الفكرة تكون جديدة ومحدش عملها قبل كده؟ لا لا لا، بل بالعكس، طالب الماجستير، انا وضحت النقطه دي. طبعا الليفل اللي انا عرضت فيه كان ليفل عالي شويه في البروجكت. لا، مش مطلوب منك تكتب انوفيشن، هم فاهمين اي منحه للريفيورز او الكوميتي بتاعتها بيبقوا فاهمين كويس الليفل اللي بيحكموه. فحتى في الماستر، انا انصح في الماستر اكتبي ريسيرش بروبوزل، عشان ما تحطيش نفسك في خانه البلان وتعقد الامور. فمش شرط الانوفيشن خالص يعني، ده تريننج. حتى الدكتوراه بيسموها، لما كنا في اليابان تريننج، هو بيعلموك سكيلز. مرحله الدكتوراه ومرحله الماستر هي تريننج، انك عندك سكيلز مش اكتر يعني. فمش هيبقى على الانوفيشن قوي يعني، فممكن تتغاضى عن دي في حاله الماستر والبي اتش دي، ولكن في البوست دوك لازم. تمام. طيب بعد كده من محمد نور، بيسأل حضرتك عن ريكومنديشن لمنح جي اس بي اس عشان ياخدها يعني. طبعا مفيش مشكله خالص، انا ممكن ادي ريكومنديشن لاي حد، وممكن الناس في اليابان يفضل يعني لو انا انصحه، لان انا في الحته دي امين شويه، ان هو يتعامل مع، يكتب ياخد ريكومنديشن بس يتعامل معاها. لان انا هكتب انا اتعرفت عليه ازاي، لان انا عشان اعمل ريكومنديشن يعني. انا مره في اليابان كان في استاذ كبير عشان يعمل ريكومنديشن،
طلب يعمل معي انترفيو اسمه ميانو سينسي. عملت انترفيو ساعة ونص وبعد طلب مني كل شهاداتي وكل أوراقي عشان اكتب ريكومنديشن. ده إنسان أمين. في ناس تانية بتقول لك ابعت لي الدرافت وامضي، انا ما بحبش كده. فهو لو انا طلب مني حاجه زي كده احتاج اقعد معاه وقت طويل لحد ما اكتب حاجه زي كده. ويفضل الناس المقربه مني هكتب طبعا عنها باستفاضه، الناس البعيده لازم اتعرف عليها، بس اي حد يار ويلكم يعني ان احنا معاكم وفي ظهركم يعني. دي حاجه جميله بنقدمها لكل اللي بيسمعونا. لو في حد عاوز ياخد ريكومنديشن من الدكتور محمد هيتواصل معاه، يعرف المهارات والسكيلز بتاعته، بعد كده يقرر يكتب الريكومنديشن. ولكن انا اخشى ان محمد نور يقصد نصايح حضرتك مش التزكيه، نصايح بس حضرتك عشان ناخد المنحه. اول حاجه انا هقول لك هي، طب كويس جدا السؤال انت وضحته، وان كان برضه احنا قلنا معلومه مفيده. الجي اس بي اس بتعتمد على 3 حاجات. اول حاجه المؤسسه اللي انت مقدم منها، اختار مؤسسه قويه، لان في اليابان بيقسموا عدد المقاعد على حسب المؤسسات. 2 البروجكت اللي انت مقدم بيه، 3 الاستاذ، 4 الببليكيشن. خد بالك ان هم في الـ في الـ في الببليكيشن اخر سنه هي اللي تهمهم. يفضل تخش الجي اس بي اس مثلا وانت معاك في اخر سنه على الاقل من 5 ل 6 ببليكيشن، على الاقل عندك مثلا فيرست اوثر 4 ابحاث، فانت لازم تعدلها كويس. البروجكت في الجي اس اليابانيين مش ما بيحبوش الكتاب، ما بيحبوش يقراوا كتير. انا وانا كاتب في مشروع الجي اس بي اس وما كانوا صفحتين، كتبت في البربس 3 نقاط فقط واضحين. بربس I will prepare alloys from كذا and كذا، I will use this alloys to fabricate مثلا الديفايس الفلاني، I will use this for other application. 3 حاجات في الايمز. لما جيت في الامباكت انا فاكر جملتين او 3 اللي كتبتهم واستاذ عمل ابروفال. I expect the senses of this alloys will make innovation in the field of vehicles اللي هي العربيات that allow the dielectric capacitor to work at elevated temperature up to 300 Celsius. الجملة دي في حد ذاتها يعني ان العربية بتشتغل لحد 300 ما فيش حد عملها. كانت اعلى حاجة الكوري اللي هي الكوري temperature كانت وصلت 120، احنا توصلنا ل 220 و 250. فلازم تكون واضح اول حاجة وانت بتكتب، تكون واضح. الكوبي والبيست اخطر حاجة عليك، فانت لازم تكتب البروجكت، تكتب الايمز او البيربس يكون واضح جدا نقطتين او 3 في الميثود، تكون موضحها في فيجر وتكتب الوضوح في نص صفحه مش اكتر، لان ما بيحبوش الكتابه الكتير. وبعد كده في الامباكت بتاعها تكون واضح وما تكتبش كتير في الريفرنس، ما تستعملش ريفرنس كتير، هم 5 أو 6 بكتير في دي بالذات. خد بالك ان في جي اس بي اس بعيد عن الريسيرش بلان، هم كاتبين كاتبين your research او past research related to the project. في صفحه قبل البروجكت بيكتبوا الريسيرش بتاعك، اكتب صفحه عن نفسك. فبرضه دي تكون مركز على الحاجات المتعلقه بالمشروع. فزي ما بقول لك اليابانيين advised us to be clear and simple، اكتب جمل قصيره وجمل واضحه، دي مهم. تاني حاجه البابليكيشن، الاستاذ، اختار الاستاذ والمؤسسه، لان في مؤسسات في اليابان ما بتاخدش مقاعد في الجي اس سي بس، وفي مؤسسات بتاخد مقاعد في الجي اس بي اس. بس خد بالك لو خدت مقاسات قويه بتكون بتنافس مع مؤسسات قويه كمان يعني. ايا كان وبالتوفيق، فركز على الحاجات دي، ركز على البابليكيشن وعلى بروجكت يكون كلير وعلى استاذ يكون قوي والبابليكيشن تكون في اخر سنه وعلى مؤسسه قويه. 4 حاجات ان شاء الله يكونوا يعني يور جيت تو جي اس بي اس، منحه كويسه انصح كل الناس تفكر فيها. وبياخدوا كل سنه عدد على فكره. محمد عبد القدوس ان شاء الله يقدم. ان شاء الله يا دكتور. طيب في هنا سؤال، يعني في اكتر من 5 سالوا. نعم. ندور فين على منح على تويتر؟ لو حضرتك بتنصح بصفحات معينه يتابعوها. It's very easy. اول حاجه اعمل اكونت على تويتر. انت اصلا تويتر عامل زي نت سريعه، يعني هو عامل لك سجست مثلا خش على منظمات مثلا. لو جينا نقول اول حاجه ادخل على انا عملت كده على المجلات، الامريكان كيميكال سوسايتي عنده اكاونت، والريال كيميكال سوسايتي عنده اكاونت، ولو كان في دور نشر ثانيه زي السيفير عندها اكاونت، اعمل لها فولو. ادخل بعد كده بعد ما تخلص دور النشر على المجلات العلميه جاكس، سولار انرجي حسب تخصصك. بعد كده هتلاقي العلماء في التخصص بتاعك ظاهرين، اعمل فولو لكل الناس. انت هتفوق اصلا بكم المنح على تويتر.
بجد يعني، يعني هتلاقي كميات رهيبة جدا غير اليابان. حتى اليابانيين نفسهم بدأوا يتجهوا للتويتر مؤخرا. كانوا اليابانيين زمان بيشتغلوا على لينكد ان وعلى اللاين، التويتر هو أصبح يعني يعني هو السوشيال ميديا بتاع الساينس عموما يعني. فركزوا على التويتر ودور الناشر والأساتذة الكبار، ادخلوا على الأساتذة في تخصصاتكم اعملهم فيلو، هتلاقوا كتير وهتلاقوا من أحيان. دي من الحاجات اللي لازم تعملوها. طيب بعد كده محمد، محمد محمود بيسأل، يعني السلام عليكم دكتور، بعد إذنك ممكن تساعدنا منح ماستر مرت على حضرتك ممكن نقدم فيها إثبات إننا درسنا باللغة الإنجليزية ولا بتكون صعبة شوية؟ يمكن بيقصد والله لو منح اللي مش مطلوب فيها شهادة لغة. انا اقول لحضرتك على حاجه، هي ممكن يتعبوا شويه ويدوروا، بس انا ما انا لما خدت تجربه الماستر قبل ما اسافر هي مش سهله، لان الماستر بالذات بتطلب انك انت مثلا عشان تاخد الفرصه دي لحد ما لو معاك الادفانتج بتاع اللغه. ولكن انا اقول لكم على حاجه وانصحها للناس كلها، انا بعد ما رحت اليابان بعد ما خدت ماستر من مصر، طبعا مصر على دماغنا، انا تمنيت لو انا سافرت وما ضيعتش وقت في الماستر. فانتوا لازم تبداوا من دلوقتي فعلا تدوروا على ماستر. في منح كتير جدا هنا في المانيا من خلال الداد كميه. انا عندي 2 طلبه من افريقيا، واحد من نيجيريا وواحد من زيمبابوي، بشرف عليهم، بنت من زيمبابوي ولد من نيجيريا، الاثنين واخدين داد. وفي عندنا كميات كبيره جدا، لو تتعب لو تتعب هنا لو هتتعب شويه تاخد حتى منحه على حسابك. المانيا فاتحه الباب ده، يعني انت مش هيدوك فلوس، بس هيفتحوا لك المعامل وكل حاجه، بس انت محتاج تامن اكلك وشربك فقط. يعني دي برضو هتتعب شويه سنه ولا اتنين، بس بعد كده مستقبلك يبقى حاجه تانية. انا اكد لك ان انا في الماستر الطلبه اللي بعلمهم اللي بياخدوه تحت ايدي دلوقتي، انا خدته وانا بوست دكتور او خدته وانا بي اتش دي، لان هم عندنا في المانيا هنا الطالب بيجي لنا بيحتاج ياخد كورسات بالاضافه، ياخد حاجه اسمها 3 ديبث ان براكتيكال، بياخد 3 عملي في 3 معامل مختلفه، وبعد كده بيحدد المعمل اللي يعمل فيه الرساله او يكمل فيه العملي. في ال3 عملي اللي بياخدهم بيدرس باستفاضه ذا اب تو ديت تكنيكس اوف كل فيلدز. يعني انا مثلا بدي الكتروكيمستري او بدي انرجي، بديله احدث حاجه. والاجمل من كده الالمان نفسهم بيدرسوا احدث تكنيكس في الموضوع ده. فلو خدت ماستر من هنا هتقف على رجليك، هتبقى المستقبل كله قدامك. فيا اما تاخد طريق الداد لو انت عاوز تيجي المانيا في الماستر، بتوفر كميات كبيره جدا، او ممكن برضو في اليابان لو في اس تي دي اف تدي 6 شهور او حاجه تسجل في جامعه في مصر وتروح تقعد هناك فتره، ده طريق تاني. او لو انت عاوز تيجي على حسابك المانيا، ده باب مفتوح برضو، ولكن موجود في كل جامعات المانيا، موجود في كل التخصصات، في بروجرامز كتير جدا يعني. بس انت على الاقل لازم تكون معك ايلتس، يعني حتى لو تغاضوا عن الالماني الايلتس مهم جدا في الحاله دي. بعد كده عندنا سؤال من رينات بتسأل، as a bachelor student do I have a chance to be accepted to work with supervisor in a project؟ طبعا ما فيش فيها مشكلة خالص، بالعكس هم هنا بيدوا للباتشلر الكريدت دي، وبس هي الفكرة كلها في السفر يعني. انما لو انت ممكن تشتغلي مع اساتذة مثلا من خلال اونلاين او كده، ده برضه متاح. لو هي موجودة بالصدفة في دولة مثلا وحابة تشتغل مع اي استاذ يرحب بيها، يعني لو في ناس عايشين بره اي معمل يرحب بيه، لان المعامل مفتوحة للباتشلر والماستر اكتر من الدكتوراه والبوست دوك، يعني هم عاوزين يعلموا الناس يعني. يعني كان تحت ايدي طالب الماني هنا في الباتشلر برضه كنت بدربه. فدي ده كويسه جدا انك انت، لو يعني انا انصح، انا بقول لك ارجع بيا الزمن، كنت بدات من زمان، او كنت بدات لو كناش نعرف الكلام ده، كنت بدات من الاندر جراديوت يعني. تمام، فنصيحتنا لكم انكم تعملوا كده بامانه. لو انت عاوز تخش في الكارير او التراك ده، ابدا من بدري قوي عشان طاف عليك من بدري قوي يعني. تمام. بعد كده أحمد حمدي بيسأل، لو حضرتك هتبقى عضو في لجنة تقييم وبتعرض على حضرتك كانديديتس كتير، إيه هي الكي فيتشرز اللي ممكن تميز واحد عن التاني خصوصا في البوست توب بوزيشنز، لأنها معروف إنها تنافسية جدا، وهل الريكومنديشن اللي هي من المشرف بتاع الدكتوراه بيلعب دور كبير؟
ولو حضرتك قدمت على فند وليس بوزيشن ممكن تقول لنا يعني خبرة حضرتك فيه، ولكن ده سؤال سؤال كويس. طويل. انا اقول لك على حاجه، هو ده سؤال كويس جدا ومتوقع. هو بس خبرة حضرتك في الفند الخاص بماري كوري. انا خدت هومبولت، ما خدتش ماري كوري، وكنت ممكن اقدم ماري كوري بس مش دلوقتي يعني. الفند، هي كل الموضوع بيعتمد يعني، انا خبرتي تقتصر على المعمل اللي انا شغال فيه واستاذي والجروب بتاعتي، وانا واخد حقي في المانيا وفي اليابان كنت كده كذلك. انت هنا الناس عاوزينك تشتغل وتنتج، وهم هيحترموا فيك كده. فانا لما جيت المانيا انا قدمت على الهومبولت، ولما جات لي جيت لقيت الاستاذ هنا معاه فند، ولقيته انسان يعني كوبريتيف جدا وهايلي اكتيف، والفند بيغطي يعني، هم حتى لو هم حددين فند معين هو الاستاذ بيتصرف، ما تقلقش دي مش مشكلتك انت خالص، انت بتاخد مرتبك وهنا في امكانيات رهيبه يعني، انت ما عندكش مشكله نهائي في الفند يعني. فانت دي مش زي مصر، مش هتدور على مكان تجيب منه فلوس عشان تعمل سلفه والكلام ده، لا كل حاجه متاحه هنا تحت ايدك، ولكن تتعامل مع الحاجات بنظام. هم يحبوا ان تكون منظم وتكون دقيق وتحافظ على الاجهزه، والحاجه اللي هتعملها وتعمل خسائر ابعد عنها. دي حاجه. الحاجه السؤال، الجزء الاول من السؤال اللي هو لو انا هختار، زي ما قلت لك انا هختار الطالب المنظم الكلير اللي عنده اونيفيشن او كاتب بوضوح، اللي هلاقيه ياخد كوبي وبيست هعرفه. دي حاجه مفيش فيها كلام، لان هم بيعرفوا الكلام. خد بالك ان حاليا البلاجرزم تشيك بقى في ايد الناس كلها، بسيط جدا، ممكن ياخد الوورد فايل بتاعك ويحطه على البلاجرزم تشيك من قبل ما يقرا، ممكن يقول لك مش قاري، اكتب بايدك واضح كلير. على فكره في اليابان، مش انا قعدت مع ناس ازاز بيقولوا احنا ما بنقراش كل الكلام ده، احنا بنقرا بس الايمز وبعدين نقرر نكمل او لا. فخلي كده ايه، خلي الدخله كويسه جدا، خليها واضحه يعني، ويفضل ان انت تكون عامل حاجه كويسه، لان حقيقي بعد ما نقرا يعني، انا مثلا بحكم ابحاث، انا مثلا محكم في اكتر من 18 مجله حاليا، بشوف ابحاث هي طبعا فكره البروبوزال، ببقى بقراها بالعافيه، بروح واجي وانزل واطلع. في ابحاث ببقى انا بقراها في منتهى مستمتع بالعرض، مستمتع كل حاجه، بقيمها حقيقي بما يرضي الله. ما انا ما اعرفش مين او كده، بس بقول فعلا انطباعي، بقول حتى احنا خدنا اللي هو البابلونز، اللي هو الكورس بتاع الاكاديمي اوف بابلونز، خدنا ازاي نعمل ريفيو، بنكتب حتى الكومنت مثلا، بقول ايه ذا تايتل از فيري مثلا كلير اند سيمبل اند اول فيديو، بقول ذا ابستراكت مثلا از understandable، بقول كده عادي، بقول the introductions مثلا conveys literature مثلا، بكتب كومنتس حلوه يعني، بعلق على كل جزء من البحث فاهمني، بالاضافه للكومنتس بتاعتي، بقول له introduction عاوزه كذا، انا بكتب كده جمله دايما مثلا this paper is informative and well organized, the English is acceptable، دي الكومنتس اللي بكتبها بالاضافه للحاجات العلميه. فالنظام والوضوح والانوفيشن دي حاجه مهمه جدا يعني. من حنين بتسأل لو حد حابب يشتغل في الاندستري، الأفضل يقدم على بي اتش دي على طول ولا الماستر خطوة ضرورية؟ ده بالعكس، هو لو هيشتغل في الاندستري ما ياخدش بي اتش دي ويضيع وقت، بعد الماستر على طول يطلع الاندستري. حتى في اليابان بيعملوا كده، كل الناس بيعملوا كده. لو انت حاطه في دماغ الاندستري على طول، ما تضيعش سلبيش سكيلز وريكويرمنتس بهدله يعني، الناس تطلع منها مطحونه يعني. فلو انت ناوي اندستري من البدايه، بعد الماستر على طول على طول يعني، وفيها الاندستري فيها فلوس حلوه على فكره تقريبا، بس انا ما عنديش خلفيه، ولكن دي النصيحه اللي بنصحها لك، لو هتخش في الاندستري بلاش تعمل بي اتش دي عشان ما تضيعش وقتها. من ايمان وحيد بتسال لو انا لسه طالبه وعايز يكون ليا نشر، ازاي ممكن انضم لجروبات بحثيه؟ ده سهل جدا، قلت لها يعني، هي لو في المكان اللي هي موجوده فيه هتروح تقول لهم شوف الانترست. انا لو في مصر وجالي مثلا طالب بكالوريوس وقال لي عاوز اشتغل معاك، اقول له يو ار ويلكم، هديله البيزس البسيطه، بل بالعكس ده هو اضافه ليا ببساطه خالص. شوفي مين اللي هيقبلك وروح اشتغلي معاه لو عندها وقت وعندها امكانيات تعمل كده. بس في الاندر جراديويت اي لايك يعني، او ادفايس تو فوكس اون يور ستادي، لان الحاجه دي لو اثرت على انتاجك وتقديرك يبقى انت كده بتضيع وقت، لو حاسه ان هي عندها وقت وامكانيات يعني،
لان انا كنت في الاندر جراد بذاكر كتير وكنت فوكس يعني عشان اجيب امتياز يعني. ولكن في النهايه اتس اب تو يو يعني. انا انصح الناس تعمل المهمه بتاعتها على اكمل وجه. على فكره تقدير الاندر جراديويت هو الباسبور بتاعك برضو بره. يعني انت لو جيت تقدم هنا على منحه ماجستير هيقول لك عاوزين 80 او 85% فيما فوق الجي بي اي بتاعك. لو انت جايب مثلا 79 ونص تبقى انت عندك مشكله. مش هقول لك بقى انت نشرت ايه. فوكس ان انت دايما الناس اللي عاوزه تكمل بره تجيب. انا بقول فوق ال 80 كانت اليابان حطها كده جامعه سكوبا لان كنت على صلب استاذ قال احنا الطلب اللي فوق 80% ممكن نديله منحه. اقل من كده صعب. خلي انت بقى 85 83 يعني ايه. ركز على الجي بي اي بتاعك احسن وذاكر كتير عشان تتعلم. من شيماء بتسال لو سمحت يا دكتور هل الحصول على منحه الدكتوراه وانا مش بشتغل في الجامعه ده متاح ولا ابحث على منحه ماستر؟ في منح نعرف ان الجامعه الامريكيه ممكن تقدم حاجه زي كده. الجامعه اليابانيه يعني في جامعات في مصر بتعمل كده. هنا بره كل الجامعات ممكن تعمل كده لان اسمها فلوس. انما في مصر مش عارف. هنعرف حاجات معينه بتدي منح. ولكن لو في حد يعني عنده شغف بالبحث العلمي انا انصحه انه في الاول يامن شغل ودخل وبعد كده يعمل بحث علمي جنبه. يعني ما ترهقش نفسك وتخش في الطريق ده وانت محتاج للماده او حاجه زي كده. دي نصيحتي يعني. امن عمل وبعدين اعمل جنبه بحث العلمي او امن منحه واعمل اللي تعمل لك دخل كويس في خلال سنتين ثلاثه تكون نشرت وسافرت. هي العمل المادي مهم. هو عشان برضه اكون صريح محدش يعني بشوف ناس بترهق نفسها بس يعني احنا مش يعني انا اسف يعني انا نفسي مش هغير العالم. اهم حاجه سكيور يور انكم. هنا بره كده مفيش حد بيدفع مليم من جيبه في اي معمل. مفيش استحاله. فما ترهقوش نفسكم يعني. لو امنت شغل وحبيت تعمل بحث علمي وعندك ايمان اعمل. بس ما تجيش انت ما تشتغلش وتعمل بحث علمي وانت تصرف على جيبك حاجه مش مقنعه. ممكن ناخد منح دكتوراه من غير ماستر ولا لا؟ صعب. في منح الصين بتنزل واليابان بتنزل منح 5 سنين ان شاء الله دكتوراه وماستر. دور عليها كويس وقدمه. موجود الاوبشن ده في اليابان وفي الصين وفي استراليا. انا كان معايا واحد صديقي في استراليا خدهم واحد في اليابان واحد في الصين. في موجود الاوبشن ده وده جميل. لو حد شبط فيه هتفرق معاه. لان انا عشان ناخد ماستر وبعدين اضيع 3-4 سنين عشان ناخد دكتوراه ليك في النهايه 10 سنين. انت في 5 سنين هتاخدها على 26-27 سنه. لو في حاجه زي كده توكل على الله يعني. الحصول على منحة الماجستير أسهل ولا البي اتش دي أسهل؟ أنا وجهة نظري البي اتش دي أسهل لأنها أكتر وما بتشتغلش لغة. يعني دي من خلال تجربتي. حتى في اليابان أسهل البي اتش دي إنك تاخدها أسهل من الماستر. في ألمانيا الماستر على حسابك أسهل إنما على حسابهم أصعب. فهي البي اتش دي أسهل. ده إجابة السؤال ده. طيب عبد المنعم بيسأل لو حضرتك ممكن تقول لنا الهوت توبكس الموجودة في الكيمياء حاليا. طبعا ده الثورة الصناعية. الطاقة طبعا بتشمل حاجات كتير. السولار سيلز والفوتوفولتيكس والفيول سيلز والباتريز بجميع أنواعها والسوبر كاباستورز معايا. البايو كيمستري. نحن في عصر البايو يعني الله يمسيه الدكتور عادل سليم كان دايما يقول البايو هو المستقبل لأنهم عاوزين يحضروا الميت او اللحمه في المعمل يعني. ولكن الموضوع طلع ان هو الكورونا ومشاكل الكورونا. فعندنا الانرجي بايو كيمستري ماتيريال ساينس ثيوريتيكال كيمستري اللي هي بيسموها اللي هي داتا مانجمنت اند انفورماتكس او ماتيريالز اناليسيس انفورماتكس. اي كان الثيوريتيكال كيمستري ده الزمن بتاعها. تعلموا theoretical chemistry، تعلموا data analysis، تعلموا بايثون، تعلموا مطلب. يبقى انت نعرف جماعة كده جدا طلب الأعداد مهولة في سناتر من منشأة في الماتيريال data analysis والانفورماتيكس والماشين ليرنينج والارتفيشال انتليجنس. يبقى احنا نقول artificial intelligence، theoretical chemistry، quantum chemistry، الانرجي تحتها كتير قوي. الانرجي بتقسم لحاجتين كونفرجن وستورج. الستورج تحتها فرع كبير الباتريز والسوبر كاباستورز والالكتريك كاباستور والكونفرجن في الفيول سيلز والفوتوفولتيك
فولتكس والسولار سيلز والثيرمو الكتريك ماتيريال والجينيريتورز والكلام ده والبايو كيمستري. اعتقد هم الاربع حاجات دول ما تركزوا عليهم، ركزوا عليهم كويس جدا يعني بالترتيب. تمام. حضرتك ذكرت في الريسيرش بلان او البروبوزال او البروجكت اللي حضرتك بتعمل ريفرنس للشغل بتاعك، بتعمل سيتيشن للشغل بتاعك. طيب لو في طالب ما عندوش لسه ابحاث، ما هو مش يعمل، ما هو مش هيطلبها منك، انا قلت لك انت كطالب مش هيرهقك في الحته دي، انما كبوز دكتور هيطلبها. عشان كده بقول لك في البروبوزل اكتب ريسيرش بروبوزل مثلا ماستر او بي اتش ستودنت، مش هيرهقك فيها اطلاق، انما احنا في الريسيرش بلان هيطلبها من طلبها مننا في الهوم بورد. قال لك اكتب، قال لي كده نصا اكتب اربع مراجع من شغلك في الريسيرش بلان في الباك جراوند، ما بقاش كلها بتاعتك يعني، يعني اكتب اربعه واكتب مثلا 10 او حاجه او 15 من الناس الثانيه، ونقي الابحاث القويه. انت ما انا بشوف ناس بتجيب ابحاث قديمه وامباكت قليل، انت مش هتتعب، هات بحث بدل ما اللي يخليك تحط بحث في مثلا مش هذكر اسامي مجلات، مجله امباكت واحد، ما تحط بحث في الجاكس، حط في النيشر، اعرفهم. لان في الصين برضه انا اشتغلت مع ناس في الصين بيبصوا للمراجع قبل البروبوز. حقيقي الصينيين بيحبوا قوي يشوفوا المراجع ده. انا مش عاوز اقول لك ان بعض الايديتورز بيبصوا للمراجع قبل البيبر. حاول تكون حديث يعني. طيب لو حد، لو في احد الطلاب اشترك في ريفيو او تشابتر في غير التخصص بتاعه، هل ده يساعده في الحصول على منحه في التخصص، تخصص مختلف عنه؟ للامانه مفيش طالب متخصص سواء ماستر او بي اتش دي، والتخصص بياتي بعد الكلام ده. فأي إنتاج لأي طالب كويس، أنا مش شايف أنت مش أزجل. إحنا لحد الآن لسه ما خصصش نفسي بعد 5 سنين بوست دوك، بس أنا هخصص نفسي قريب يعني أيا كان. ما فيش طالب متخصص، أي إنتاج لأي طالب ده كويس جدا وإضافة كبيرة. بل بالعكس أنا قلت لكم بيحبوا جدا الفولنتير ووركس وبيحبوا الحاجة دي. بل بالعكس أنت فرصة أنك تتحط على ريفيو، ده فرصة جميلة ما تفكرش فيها كده أبدا يعني، لأنك متخصصتش. توكل على الله. طيب لو في حد مسجل ماجستير او دكتوراه في مصر يلغيها ويشوف يشوف يعني يتفرغ للحصول على منحه، ولا يكمل الطريقين؟ يكمل طبعا. انا لا اؤمن بحته ان الغيها دي ابدا، انا مؤمن بقاعده التوازي. لو عندك اختيار انك تهدم حاجه وانت لسه ما عندكش حاجه، ده حاجه very dangerous. لا كمل طبعا ودور، لما يبقى عندك رفاهية الاختيار اختار، انما تهدم حاجة ويكون عندك امل انك تعمل حاجة، لا 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 انا ما انصحش بكده ابدا. انا انصحك انك انت لو في رفاهية الاختيار اختار، ما فيش رفاهية الاختيار خذ الافضل فالافضل يعني، ما تنزلش قوي يعني. فطبعا يكمل في الاثنين لحد ما يبقى عنده رفاهية الاختيار. طبعا اخر سؤال، معلش احنا طولنا على حضرتك. لا لا ده انا سعيد والله، ده جميل. هو واضح الاسئلة بتزيد اكتر من الاول. ده لا على فكرة أنا معاك عادي، أنا ما عنديش مشكلة يعني، طالما في فايدة للناس بأمانة أنا سعيد يعني، فبراحتك أنت مش مشكلة. في سؤال، هل تقدير البكالوريوس بيأثر على البي اتش دي ولا بيعتدوا بآخر سنتين بس من الماجستير أو الدبلومة؟ بيأثر طبعا، ومش البي اتش دي بس، بيأثر على البوست دوك. تقدير البكالوريوس بتاعك طول ما أنت بتقدم على بوزيشنز ومنح بينطلب منك للأمانة. فركزوا انكم يعني التارجت بتاع كل طالب لازم يجيب اعلى تقدير يعني، للامانه نازله جدا جامد جيد، وهي عندها امكانيات كويسه بتعاني. تقدير الباتشلر بتاعك فوق ال 80 85 هيفتح لك جيت بره، غير كده هتبقى فيري ديفيكولت. ما بتاثرش فقط على الدكتوراه والماستر، بتاثر على كل حاجه بتقدم عليها، بيطلبوها منك في كل حاجه. انا شخصيا الحمد لله كنت موفق، كنت جايب تقدير عالي في امتياز، فما عانيتش، ولكن في ناس عانت قدامي، ولا اتكلمت مع اعتز اكبر. لا اتفضل كمير، عادي ممكن نتكلم عادي لو سمعوا. اتفضل. لا اتفضل حضرتك كمير. الفكره اللي انا عاوز اقولها لحضرتك هتاثر عليه، لازم زي ما قلت كده يعني، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. وانا بزعل جدا من طلبه لما يفتحوا نفسهم ابواب واسعه جدا في البحث العلمي هم لسه طلبه. انا انصحه ركز في دراستك، هات اعلى سكور ممكن تجيبه. انا كنت بعمل كده، ولو حسيت انك عندك وقت، ولكني لا اعتقد يعني ان انت عندك وقت،
impossible يعني، بس انت حر. فانا بنصح الناس ما تفتحش على نفسها ابواب اكبر منها، ركز في دراستك عملي ونظري وشفوي، وحاول تجيب اعلى تقدير، لان التقدير اللي انت هتجيبه ما مش يعني، لو انت بقى قدمت في كلية تانية وحبيت تاخد تقدير تاني دي قصة تانية هيفرق معاك، وبالذات في اليابان بالذات في بيهتموا اليابان جدا وفي اي بالتقدير. مكان. على فكرة ده اتقالت لي، اتقالت لي كده يعني 80% فما فوق ممكن نبص في ورق، غير كده مش هنبص فيه، مش كلام كده استاذ بيعمل تسكوبة اللي قال لي كده. فالتقدير طيب مهم، ركزوا على التقدير. انا لو بيجي لي حد كمية للأسف درجة للأسف، بس أنا بجيلي كمية رسائل رهيبة من طلبة على مشروعاتهم، وبنصحهم دايما يا جماعة ركزوا على تقديركم، يا جماعة ركزوا على شغلكم، ما تفتحش على نفسك باب أكبر منك ويبهدلك وكده. يعني بنصحكم ركزوا على دراستكم قدر الإمكان، ولو عندك أي حاجة فولنتير في الصيف أو أي حاجة مفيش مشكلة، بس وقت الدراسة ركز على دراستك. طيب لو حد جاب تقدير جيد يعمل ايه؟ ما يقدمش على منح، لا فرصة يقدم، راح؟ مفيش حاجة اسمها ما يقدمش، الفرص موجودة، هنعمل ايه؟ بس هو يحاول، ممكن يعادلها بدبلومة، يخش ياخد مثلا دبلومة من جامعة مثلا معينة زي الاي يو سي او جامعات مثلا كبيرة تحسن. بس انا لا لن استطيع ولن اقول انك ما تقدمش، دي لا اقدم على اي حاجة. في ناس قدمت الهومبولت وفشلت وخدت جي سي بي اس، وناس قدمت جي سي بي اس وفشلت خدت الهومبولت، فمالهاش مقياس. انا بقول لك بس يعني ايه، بديك انك تركز، بس لو الموضوع ما تقفش، مفيش حد يقدر يقول لك ما تقدمش، ما ينفعش. قدم على كل حاجه وتعلم، طور من نفسك وخد كورسات، هتفضل تأهل نفسك لحد ما توصل للليفل اللي يديك الفرصه، مفيش فيها كلام. معنى كده إن الدبلومة بتزود الفرص في الحصول على منح طبعا ماجستير. طبعا، ده حتى احنا بنقدم على بوست دوك بيقول لك مثلا الدبلومه او الكواليفيكيشنز بتاعتك، الدبلومه اضافه ليك طبعا. حتى في مصر اللي جايب تقدير مقبول ملوش يسجل ماستر، لو خد دبلومه سنه بيسجل ماستر عادي، ده بالعكس اي اضافه. انت ممكن تفوجئ ان في كريدتس، اصل العالم بيتغير، الدنيا ما وقفتش عند البكالوريوس او الماستر او الدكتوراه، في ناس بتقدم على فرص بدون ماستر ودكتوراه اصلا، بياخد مثلا دبلومه، بياخد كورس بيفتح له الحياه، المهم تكون سكيلفول، تكون عندك سكيلز، تكون عندك مهاره. العالم بيدور على الناس. على فكره بقى انا عاوز اقول لكم، العالم فيه فرص يعني، فرص لا تحصى، بس السكيلفول بيبل، الناس المهاريه، عمرها ما تجي لك وانت قاعد في البيت، في فرص. لو المنح أو الدبلومات ديت أونلاين، دي معترف بيها؟ طبعا في حاجه جدا معترف بيها طبعا، يعني انا لما خدت الريسيرش اللي هو الريسيرش انتجريتي كورس خدت من اوكسفورد اونلاين، بس فتحوا لي اكسس على حسب المكان طبعا، وهي حتى بيحسبوها بالعدد الكريدتس بتاعك والمكان، يعني انت خدت كام ساعه، دي اللي بتاثر معاك، والمكان اللي انت اخدت فيه. على فكره العالم كله دلوقتي هيتحول للاونلاين، بس احنا نتمنى ان هو يعني ياخدوا بالهم يعني. تمام. حاليا هنا طيب في المانيا طلبه الماستر بياخدوا محاضراتهم اونلاين بقالهم سنتين، هل في مشكله؟ ده بالعكس، ده الاونلاين ده فرصه ليك انت علشان تاخد حاجه يعني شهاده تفيدك يعني، يعني هم بيسهلوه على الناس ما تروحش تسافر يعني. ايه البروجرامينج لانجويج اللي حضرتك تنصح طالب الماجستير او الدكتوراه بيه؟ والله مش تخصصي، بس انا عندي خلفيه بسيطه فيها، مثلا البايثون انا خدت كورس على اللينكد ان وفيه الماتلاب، دول الاثنين اللي انا اعرفهم، لان في ناس اشتغلوا على كومبينيتوريال كيمستري برضو، فانت جاست ابحث على النت يعني شوف حاجه غيرهم، يعني اعتقد دول اللي انا اعرفهم، بس انت دور يعني، دي مهمه انا انصح الناس بيها. ارتفيشال انتليجنس يعني العالم حاليا سيميوليشن يعني، لان احنا مع في حاجات مش هنعرف نعملها عملي، لازم تتحلل نظري، مش هتقدر تحضر 5000 عينه عشان تقيس لهم الاكتيفيتي مثلا بتعمل الكلام ده نظري. فبايثون ومطلب، وادخل دور برضه على حاجات تانية. دلوقتي مين أفضل، اللي تقديره عالي ولا اللي عنده خبرة بحثية ونشر؟ أنا ما أقدرش أحكم، هي الفرصة اللي تحكم. أنا قلت لك هي الفرصة اللي بتحكم. يعني ما تقدم على بوزيشن في جامعة غير انستيتيوت، تقدم في الصناعة بتبقى السي في، غير ما تقدم مثلا في الأكاديمية.
أنا اللي بيحكم على الموضوع ده الفرصة واللجنة، ولكن طبعا التقدير مفيد والبابليكيشن مفيدة، يعني الأحسن منهم هما الاتنين اللي معاه تقدير وبابليكيشن. إحنا عاوزين كل المميزات اللي معاك حاول تقدر، ما يعني إحنا بنقول خد أدفانتج، ما نقولش مين الأحسن والأسوأ، إحنا بنقول مين اللي معاه أدفانتج كتير. تمام، آخر سؤال بنقول لو في حد أخد ماجستير في مجال معين وعاوز ياخد بي اتش دي في مجال تاني مختلف، هل دي حاجة عادي. كويسة ولا يركز في حاجة معينة؟ والله عادي، انا شايف ان مفيش فيها مشكله، بس انا بحب يعني انا مثلا انا في الدكتوراه حتى كل ما تاخد الدكتوراه والماستر هما فرصه للتمرين، انا شايف ان هي عادي وميزه كل ما تعرض لتوبكس اكتر، يعني ما تربطش نفسك بحاجه واحده. يعني انا اشتغلت في الماستر كوروجن، واشتغلت ميزوبورس ماتريال، والدكتوراه اشتغلت موفز كوردينيشن بوليمرز، واشتغلت انرجي، واشتغلت في جي اس بي اس فيزيكس، حبيت الفيزيكس جدا، فانا بحب انا حاليا ممكن اقول انا ام انترفيس بين فيزيكس اند كيمستري، ممكن اعمل حاجه زي كده في المستقبل. وكنت بس حاليا انا بحاول اخصص نفسي، فانا شايف ان كل ما نتعلم اكتر كل ما يكون افضل، بالذات في الماستر والدكتوراه دي فيري ايزي، يعني لو جالك توبك تاني خده عادي، دي وجهه نظري، بل بالعكس انصح انك انت ما تمشيش على لاين واحد. يعني شكرا جزيلا دكتور محمد بإذن لوقت الله، ومجهود حضرتك، كانت محاضرة أكثر من رائعة والأسئلة كانت كتيرة وجميلة جدا، شكرا نتمنى حضرتك ما تحرمناش من محاضرة تانية إن شاء الله. إن شاء الله. وأنا بشكرك يا محمد على مجهودك بأمانة، وإنتاجك مثال طيب جدا حقيقي للباحث يعني، وأنا شايف لك مستقبل كبير إن شاء الله، وبشكر جامعة النيل على المجهود ده، وبشكر كل الناس اللي عندها نية إنها تخدم الناس تطوعيا في الموضوع ده، لأنها فتحت أبواب كتير جدا. وسعيد بالتواجد معكم، وإن شاء الله يكون في المستقبل أكتر من محاضرة على الحاجات اللي احنا مرنا بيها، بحيث نقدم فايدة وحاجة للناس تقوم بين إيديها. شكرا جزيلا، وكل سنة طيبين يا، وإن شاء الله عيد سعيد عليكم إن شاء الله. إن شاء الله، شكرا جزيلا لحضرتك، شكرا جزيلا لكل اللي شرفونا ونورونا النهارده في المحاضرة، أتمنى إن هي تكون أفادتكم، ولينا اللقاء تاني قريب إن شاء الله، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. Cheers. Bye.